مرحبا جميعا، السلام عليكم. اليوم رح نحكي على موضوع تصميم تفاعل بين البشر والحاسب، المعروف بالإنجليزي بـ HCI Design أو Interaction Design. هذا اللقاء اللي أنا هلأ مشارك فيه هو واحد من سلسلة لقاءات ويكيلوجيا. ويكيلوجيا اللي ما بيعرفها هي مجموعة من الشباب المتطوعين، الشباب الطيبة اللي معظمهم موجودين بالشام، مهتمين بشكل عام بتبادل المعرفة بإقامة مشاريع ونشاطات تعاونية. وهاللقاء أنا عم بعمله بالتعاون معهم، فإذا في أي حدا تاني مهتم بهالنوع من اللقاءات ممكن إنه تنضموا لسلسلة النشاطات وإنه تقدموا مع ويكيلوجيا. هم يكونوا كتير سعيدين بإنه يستضيفوكم بأي نشاط فيه تبادل معرفة أو تعاون. طبعا تقدروا تستفسروا اكثر، انا هلا هي كانت مقدمه كثير مختصره عندهم، يعني لا تحق حتى سطح النشاطات اللي بيعملوها. فاذا في اي استفسارات تقدروا على صفحه الحدث او على صفحه ويكيلوجيا او على ويكيتيكي محل ما هالحدث مستضاف. بدي اول شيء قبل ما نبلش بدي انوه انه هي اول تجربه لنا بنعمل لقاء عن بعد إلكتروني، أو على الأقل إلي ضمن ويكيلوجيا، فبالتالي ممكن يكون في تلبك سواء بالإلقاء أو بسبب صعوبات تقنية، فبنعتذر بشكل مسبق وطولوا بالكم علينا. كان بيودنا إنه يكون معنا هاي الشغلة، هاي المشاكل اللي بلشت أصلاً، كان بيودنا إنه يكون معنا مجموعة من الأشخاص لحتى يصير الإلقاء يلي هلأ أنا عم بشارك فيه وعبارة عن حوار. للأسف بسبب صعوبة من طرفنا على الأغلب ما عم بيقدروا ينضموا لنا في اللقاء، وبالتالي يعني للأسف راح أضطر إنه أقدم بشكل يعني ملقي. بس راح نحاول نتلافى جزئياً هالموضوع بإنه تشاركوا كتابياً على الرابط الموجود على صفحة الحدث. إذا في عندكم أي سؤال أو تعليق، تعليقات ممكن ضم إما يعني استفسار إنه بتكون توضيح زيادة على شيء معين، أو مشاركة تجربة، أو سؤال بخصوص مشروع انتم مشاركين فيه وبدكم تسألوا بشكل محدد انه هي الطريقه شو ممكن استخدمها لمشروعي، او مشروعي هيك 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 شو ممكن استفيد من شيء من هالشغلات عم تحكي عليها. ما عدا هيك بتصور نحن جاهزين للبدء. الحسن احد اعضاء ويكيلوجيا ومن الشباب اللي بنصفوا عاده بالمشاريع، راح يساعدني بانه ينقل اسئلتكم المكتوبه على الرابط لحتى ينقلها صوتيا لي بحيث نتفاعل بالخصوص. اذا ما قدرنا نلبي كل الاسئله اثناء اللقاء، اذا كان في عدد محرز من الاسئله ممكن نتابع بعد اللقاء اونلاين على فيسبوك ايميل اللي هو ماشي. هلا ننتقل بقى على العرض بحد ذاته. أتأكد أنه صار مشاركة مع الجميع. أي ماشي، يلا ماشي. هي السلايد البداية، بدي كمان أعتذر منكم أنه ما كان عندي وقت كثير أحضره فطلع شوي مو زيادة. طبعاً لا، هو البانر الشارة تصميمه رائع، شكرا للحسن. كل شيء عملته انه نسخت الشارة ولزقته وحطيت اسمي تحته. فبدنا نحكي بهاللقاء عن تصميم تفاعل بين البشر والحاسب، ما يعرف ب HCI Design. ايش طبيعته وايش فائدته، شلون ممكن يفيد اي حدا عم بيشتغل بمشروع له علاقه بتصميم فيه برمجيات او خدمه اونلاين او تطبيق موبايل او برنامج على الكمبيوتر. بدي ابلش اول شيء بقصه تجربة صارت معي يلي دفعتني لأنه أنا أدخل بهالمجال أتعرف عليه وأتعلم فيه وبالنهاية أختص فيه. هاي الصورة اللي عم بتشوفوها هي الحقول مزروعة كانت لمنظمة بحثية اشتغلت معها وقت تخرجت بسنة 2007.
قريبة من حلب. فيلي بيعملوه كان هن بيعملوا تجارب، بيطوروا أنماط جديدة من الحبوب، بيزرعوها بالحقول تبعيتهم وبيدرسوا نتائج هالتحويرات على قديش عم تعطي عائد في النهاية مع كل موسم. فأنا يلي اشتغلت معهم فيه، أنا اختصاصي معلوماتية، اشتغلت بقسم المعلوماتية هنيك. فيلي عملته أنه كنت مسؤول على تطوير أداة للتشخيص الأوتوماتيكي لأمراض الشعير. فيلي عملنا أنه رحت حكيت مع مدراء المشاريع الموجودين بأقسام مختلفة في هالمنظمة، أخذت منهم، حاولت بشكل قدر الإمكان أنه أخذ متطلبات إن أي نظام مفروض منه أنه يشخص أمراض الشعير، إيش هي الميزات اللي لازم تكون موجودة فيه. هالنظام كان في النهاية صورة له أنه إذا أنت أو إذا أنتم مزارعين عم تشتغلوا بالحقل في أحد الأيام، وأنتم عم تزرعوا شعير طبعا، في أحد الأيام تتمشون في الحقل لاحظتوا أنه في أعراض معينة على الشعير، في شيء مو طبيعي عم بيمشي. فالصورة المثالية أنه بكون عندكم أنتم جهاز حاسب، تفتحوا تدخلوا على هالخدمة اللي نحن موفرينها أونلاين، وبتحط تدروا هالخدمة بتتيح لكم إنه تدخلوا إشي الأعراض اللي شفتوها على حبوب الشعير تبعيتكم. مثلاً في ظاهر على الحبوب نمو أبيض ترابي، هي أحد الأعراض لفطريات معينة مثلاً، وقائمة من الأعراض تقدروا تدخلوها. هالنظام المفروض انه ياخذ هالاعراض يقراها ويعطي تشخيص مناسب، وبنفس الوقت خطه علاجيه ممكنه. عملنا هالمشروع، جمعت قائمه طويله من الاعراض الممكنه، واشتغلت كثير على موضوع انه شلون ممكن اقابل هالاعراض بالمشاكل بالامراض، وشلون هالامراض ممكن مقابلتها بطرق علاجيه لها. فالمشروع نسبياً كان من الناحية الهندسية ناجح، بس المشروع بالنهاية عدد المستخدمين يلي استخدموا، عدد الناس يلي استفادوا منه، اشتغلت عليه أنا حوالي 5 أشهر بشكل متواصل، عدد الناس يلي استفادوا منه هو 0 كان. أنا وقتها هذا كانت يعني مرحلة الإدراك الأساسية، عام يعني تتذكروا سنة 2007، يعني كان ما في لا تطبيقات ويب 2 ومسائل التفاعل مثلا الواجهات التفاعليه، مسائل انه تكون مفاهيم اليوزر فريندلي كانت ما كثير شائعه هذاك الوقت. فانا هذا كانت لحظه الادراك الاساسيه انه وين المزارعين، انه بكل المشروع يلي اشتغلت عليه واللي تعاونت مع قسم المعلوماتيه ومع مدراء المشاريع في المنظمه، ما سالنا فتره واحده انه وين المزارعين. المشكلة الأساسية هي أو واحدة من المشاكل الكثيرة، طبعا ما بعرف كل المشاكل لأنه المشروع ما حدا استخدمه حتى نعرف كل المشاكل، بس مشكلة أساسية كانت موجودة فيه إنه أول شيء مفترض إنه المزارعين عندهم أجهزة حاسب، وإنه وقت راح يشوفوا الأعراض راح يكون الحاسب معهم. هذاك الوقت طبعا ما كان في شيء اسمه لا سمارت فون ولا تابلتات ولا أندرويد ولا هالشيء، وإنه راح يكونوا قادرين انه يدخلوا الاعراض باللاتيني، اسماء الاعراض باللاتيني. يعني احنا هذا استخدمت انا المصطلحات العلميه لوصف قائمه الاعراض. طبعا هالافتراضات كلها غير صحيحه، وهالافتراضات كان كلها ممكن دحضة بمجرد المقابله او الحكي مع المزارعين، او مجرد التفكير حتى بالمزارعين ولو للحظه. انا هذاك الوقت كنت خريج معلوماتيه، كانت هالامور ما ضمن انتباهي اصلا. فمن هذاك الوقت بلشت أهتم بموضوع إنه شلون ممكن نطور نظم الناس المستخدمين مفروض إنه نحن نخدمهم بهالنظم، يكونوا قادرين على استخدامها، ومو بس هالشيء، تكون النظم مفيدة لهم، مفيدة ضمن سياق حياتهم. فنيجي هون للملخص، العبرة من هالقصة إنه كيف يمكن للتصميم أن يفيد في تطوير البرمجيات. هاي الصورة طبعا لمبرمج، شلون ممكن هالمبرمج يفيد البشر؟
فعليا التصميم اللي راح احاول اعطي مقدمه عنه اليوم، اذا توفقت راح احاول اوصل فكره انه عمليه التصميم تتيح للمشروع، مشروع تطوير برمجيات، الاقتراب من البشر ورغباتهم وسياق حياتهم لتصميم خدمات تناسبهم. هي مجموعه من الصور حطيتها مستقاه من سوريا، شيء منا بالشام، شيء منا حقول زراعيه، شيء منا اولاد عم بيلعبوا، شيء منا بالكارثه الانسانيه اللي هلا صايره بسوريا. هي كلها لقطات حياتيه لالقاء الضوء على انه الناس بيعيشوا بسياقات مختلفه، لهم حاجات مختلفه، لهم اعمال مختلفه، لهم اهتمامات مختلفه. كل هالامور ممكن تكون كتير مفيدة أثناء عملية تطوير البرمجيات لحتى واحد يشكل الفكرة ويشكل مفهوم البرمجية أو الخدمة اللي عم بيطورها لحتى تخدم هالناس بشكل أفضل. ما هو التصميم الذي نتحدث عنه هنا؟ بدي أحاول أول شيء أحكي عن مجموعة من الأساطير المتعلقة بالتصميم يلي هي مفاهيم خاطئة يعني شائعة عن التصميم. أحاول أحكي عن التصميم بأنه أحكي إيش هو مو تصميم. في تصور شائع أنه التصميم في البرمجيات هو مساوي لتصميم الرسوميات. هالشيء مو دقيق. طبعاً أنا هون ما قصدي أنه أحكي أي شيء سلبي عن تصميم الرسوميات. تصميم الرسوميات شيء مهم وشيء معقد وشيء له ناسه واختصاصه، ولكن يلي بدي أقوله أنه التصميم في البرمجيات سياقه، المشاكل يلي بتعرض له ونتائجه، المشاكل يلي بيحلها مختلفة عن الجرافيك ديزاين. التصميم في البرمجيات هو يعنى في معرفة السعي لمعرفة حاجات المستخدم، وثاني شيء هو خلق بناء مجموعة من المفاهيم للبرمجيات أو الخدمات يلي تخدم الحاجات يلي تعلمناها واختبارها قبل فعلياً تحقيقها بشكل برمجي. ممكن على التوازي كمان تحقيقها بشكل برمجي إذا الموارد كانت متاحة. التصميم الرسوميات يعنى في التصميم المرئي، ما رح أحكي عليه كتير لأنه بديهياً كتير ناس بيعرفوا بشكل عام إيش هو. فبس بدي أحب أنه أفصل بين الموضوعين، أنه التصميم في البرمجيات ليس بالضرورة نواتجه مرئية، نواتجه ممكن هي مفهومية وتتعلق في التفاعل بين البشر والحاسب. يعني أنا بوصف أنه مثلا إذا كبست هالزر إيش رح يصير، إذا كان لازمني أنه أتواصل مع حدا معين ضمن الخدمة وين لازم أروح، أي خدمة، أي ميزة لازم أفعل. فبيوصف هالأمور، وهالشي رح يتوضح أكثر وقت رح أمشي لقدام في الأرض. الأسطورة الثانية هي أن التصميم سيء الإبداعي وليد الموهبة ويصعب وصفه. طبعاً كل شيء عمل جيد يتطلب موهبة ويتطلب إبداع ويتطلب عمل، بس اللي بدي أركز عليه أنه التصميم ما هو شيء غامض وعصي على الوصف. التصميم يأتي نتيجة لعمل متواصل ودؤوب ويمكن وصفه، وهو له إجرائيات واضحة ومتعارف عليها. طبعاً في اختلافات كثيرة، وكل مصمم له رأيه في كيفية إجراء التصميم، وكل مصمم له رأي بخصوص المشاكل اللي تستاهل التركيز عليها، بس بشكل عام كلها إجرائيات يمكن الحديث عنها ويمكن تعلمها، وتتطلب كلها قدر جيد من العمل الدؤوب، لأنه واحد ينتج مفاهيم. هو مو أنه الفكرة أنه والله أنا ماشي بالشارع عم بفكر في مشكلة بشكل عارض وبتنزل علي لمبة بالسماء إذا أنا موهوب، ف تجي عندي فكرة عبقرية وبقدر أحقق التصميم أو أطالع خدمة رائعة لهالمشكلة. لا، هو نتيجة لعمل متواصل. الصورة الثالثة هو أن هناك تصميم وحيد ومثالي يجب البحث عنه والتوصل إليه. التصميم هو مسألة موازنة لكل مشكلة أنتوا عم تفكروا فيها بمشاريعكم. فكر هلأ، عم بطلب منكم كل واحد بيناتكم يفكر ب المفهوم او المشكله اللي عم تحاولوا تحلوها باي مشروع عندكم اياه. يعني ايش هي فكره المشروع؟ في بعض التصورات عن التصميم انه بتتصور انه كل مشكله لها حل مثالي. هالشيء بتصور يعني بديهي لاي حدا اشتغل بسياق عملي في اي مشروع،
المشروع دائما ممكن يكون أفضل. لا يعني لا يمكن التوصل لحل مثالي، دائما في مجموعة من الموازنات تتعلق بالكلفة، تتعلق بالوقت المتاح لأن واحد يخلص المشروع، تتعلق في الإمكانيات المتوفرة. فهو عملية موازنة، إنه أنا المستخدمين تبعوني أنا إيش لازمون، أنا إيش بقدر أقدم، إيش هو الوقت المتوفر عندي، إيش هي المصاري المتوفرة عندي، فإيش هو الحل الممكن أنا أطالعه في خلال هالوقت. طبعا في مصممين أفضل من مصممين، وفي عملية تصميم أفضل من عملية تصميم ثاني، وبالتالي ممكن المفاضلة بين الحلول، ولكن لا يوجد حل مثالي. شغلة كمان بدي أذكر، أنه في تسميات مختلفة للتصميم في مجال البرمجيات أو واجهات الاستخدام، ممكن تلاقوها تحت اسم تصميم تفاعل أو Interaction Design، تصميم تجربة المستخدم أو Experience Design، تصميم الموجه للمستخدم User Centered Design. أنا هل التسميات المختلفة أنا وعدت أنه أحكي عنهم شوي في البداية، بس غيرت رأيي بعدين، لأنه بمقدمة حول التصميم من الأفضل التركيز على الطرائق المختلفة بدلاً عن الاختلافات بين الاختصاصات المختلفة. فهي التفاصيل يعني تفاصيل ثانوية ممكن تعرض لها بعدين حسب الحاجة. هون التصميم بدي تلخيصه بشكل نصي، شلون إذا أنا بدي أوصف التصميم برأيي إيش هو التصميم؟ بوصفه بالتالي: يتعلق التصميم باكتشاف المشاكل والفرص في العالم الواقعي وترجمتها إلى أفكار ومفاهيم. هي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي استكشاف مشاكل والفرص في العالم الواقعي. المرحلة الثانية ترجمتها لأفكار ومفاهيم. المرحلة الثالثة تنفيذ هالأفكار والمفاهيم على شكل منتجات وأنظمة. فهالعبارة هي تلخص ثلاث مراحل أساسية في التصميم. طبعا كل هالمرحلة ممكن نكسرها إلى مراحل فرعية ضمنها، وهي هلا رح نتعرض لها في الأجزاء التالية من العرض. في خط تحت العالم الواقعي، التصميم غالبا ودائما في رأيي لازم يكون موجه للتطبيقات الحقيقية في العالم الواقعي. هلا الاختلاف مثلا انه في المشروع اللي حكيت لكم عنه في بداية السلايدات، وقت اشتغلت مع المنظمة البحثية الزراعية، انه كنا عم نشتغل في عالم غير واقعي، كنا عم نشتغل في عالم علمي، عالم هندسي، عالم لا يتعلق في المستخدمين اللي نحن عم ننشئ الخدمة لهم. وبالتالي الحل اللي طالعناه كان غير واقعي. التصميم لازم يركز على ظروف العالم الواقعي وظروف المستخدمين نفسهم حتى ينتج شيء له قيمة وقابل للاستخدام. طبعا التركيز على العالم الواقعي يعني انه التصميم يتعلق بمشاكل تختلف طبيعتها عن المشاكل اللي يتعرض لها العلم او الهندسه. طبعا صعب انه واحد يفصل بشكل حدي بين التصميم والعلم والهندسه، لانه كل شيء مثل كل شيء في الحياه بتدخلوا بين بعضهم هالامور. لكن الهندسه مثلا، واعتذر لاي حدا مهندس عم بيتابعنا، انا نفسي اعتبر نفسي مهندس، بس ما قصدي اقلل من شان الهندسه، ولكن قصدي انه افرق بين مجموعه المشاكل اللي بتتعرض لها الهندسه اللي بتتعرض للتصميم. هندسه مثلا انا بدي اصمم جسر، في عندي معطيات بشكل عام وقت بدي ادرس تصميم الجسر. في عندي ما يعني هلا انا اخترعت المثال على بسرعه فبجوز كله اخطاء، بس ليصل الفكره، في عندي جسر انا بدي اصممه، فبدرس عمق الوادي، عرضه، طبيعة التربية، طبيعة الصخور، طبيعة المناخ في المنطقة، بشوف الميزانية اللي عندي، وبعدين بعمل ضمن هالمعطيات بقدر أحدد كميات المواد اللي لازمتني حتى أبني الجسر. فعملية بدها أبداع، ولكن فيها قدر من الميكانيكية. طبعاً هالميكانيكية ما سهلة، بدها واحد يختص فترة طويلة لحتى يقدر يحكم ويحسب. التصميم من ناحية تانية، المعطيات اللي بتعرض لها هي معطيات غالبا متعلقة في البشر، صعب كتير وصفها كميا، وصعب كتير تحديدها، ما بتقدر توصف انت البشر بعرض وارتفاع. في كل مشروع المواصفات اللي لازمتك حوالي البشر مختلفة، وبالتالي المشاكل اللي بتعرض لها هي مختلفة عن مشاكل تتعرض لها عادة الهندسة والعلوم.
اللي بتكون عادة المعطيات فيها أكثر تحديداً وأكثر قابلية للتكميم. نخلص هلأ من الجوانب النظرية اللي معدتي، خلونا نشوف بقى فعلياً. نسيت أقول لكم شغلة، هي إنه مع السعي طبعاً المبدأ العام هو السعي لتلبية الحاجات المستخدمة. نجي هلأ للجوانب العملية، إنه إذا أنتم عندكم مشروع بدكم تستفيدوا من عملية التصميم فيه، إيش هي إجرائية التصميم؟ شلون شكلها؟ كيف نجري التصميم؟ تصميم ممكن واحد يقول إنه ممكن كسره لثلاث مراحل، هي المراقبة، التحليل observe، المراقبة reflect، تحليل make، صنع. وإنه هالإجرائية تمشي بشكل دوري، يعني أنا ببلش بمراقبة المشاكل، بعد ما يكون أنا عندي في فكرة يلي اسمها design problem، فكرة عامة عن المجال المشكلة اللي بدي أحلها بواسطة التصميم. في عندي هالمجال العام، ببلش أراقب، أعمل observation، أجري مراقبات بخصوص هالمشكلة عشان أفهمها بشكل أفضل. بعدين أحلل هالمراقبات reflection، reflect. بعدين أصنع مفاهيم وأصنع نماذج تحل هالمشكلة. طبعا هالنماذج هي ممكن تكون برمجيات، بس هي ما هي برمجيات فعليا، هي نماذج عن هالبرمجيات. وبعمل هالإجرائية بشكل متكرر وبشكل لولبي. طبعا ما ضروري انه التحليل حصريا يجي، ممكن انت تبلش في مشكلتك في التفكير فيها بصنع مفاهيم وبعدين بتراقب وبتحلل. يعني ما ضروري المراقبة هي مرحلة البدء، ولكن بشكل عام هالصورة توضح يعني مفهوم عام. الفكرة الأساسية الموجودة هون انه هالعملية تكرارية، في كل دورة تتحسن نوعية فهمك للمشكلة، نوعية تفكيرك حول المشكلة، ونوعية المفاهيم يلي انت بتطورها للمشكلة، لبين ما توصل لمفهوم جيد تقدر تقول حسنا انا الان واثق لحد ما من جودة هالمفهوم، بقدر اما ابرمجه اذا انا مبرمج او انه اسلمه للمطورين لحتى يبرمجوه. وين الفرق انا هلا عن وين القيمة المضافة اللي انا جبتها للمشروع؟ انه انا عطيت للمبرمجين مفهوم مختبر بشكل متكرر وبشكل عميق قبل ما يبلش ينكتب سطر كود واحد، وبالتالي في الحالة المثالية ان شاء الله بكون خفضت من التكاليف المشروع والوقت اللازم. رح نركز في البداية، رح أوقف لحظة لأشوف مع أخي الحسن أو أونلاين إذا في أي مداخلة أو سؤال. ما في لحد الآن ما في أسئلة، معناها كل شيء مفهوم وكل شيء واضح إن شاء الله. ماشي، على كل الأحوال إذا الأسئلة يعني بسيطة حتى من قبيل إنه ما فهمت شغلة ممكن تحكي عليها أكثر، هالشي ممكن، فما عندي أي مشكلة. ماشي، منكمل هلأ. ثواني بقى أرجع الموضوع، أنا شكلي كمان لازم أستعجل لأنه عم باخد كثير وقت زيادة. ماشي، فول سكرين. فإيش هي الطرائق؟ هلأ رح أتعرض أنا للطرائق المتعارف عليها في التصميم. في المرحلة الأولية، مرحلة المراقبة، في مجموعة من الطرائق. طبعاً في عدد لا يحصى من الطرائق التصميم، أنا هون اقتطفت لكم باقة من هالطرائق، وهي الطرائق الأكثر شيوعاً. كمقدمة بتصور هالشي مناسب، بس بتقدروا تتخيلوا أنه أنتم ممكن كمان تكونوا كتير مرنين بخصوص الطرائق اللي ممكن تبحثوا عليها وتضمنوها في مشاريعكم أو حتى تخترعوها. أول شيء البحث والاطلاع، هي شغلة كتير بديهية، إنه أنا إذا عندي مشكلة بدي أحلها، إنه شلون أول شيء بتدور عليه هو إيش في حدا حكى عن هالمشكلة ووثق هالمعلومات يلي عنده إياها عن هالمشكلة. فممكن أطلع تطبيقات موجودة بخصوص بتحاول تحل هالمشكلة، دراسات نفسية حول متطلبات الناس يلي هالمشكلة تصادفهم، أو الخدمات يلي تطور من أجل هالحل المشكلة تكون مستهدفة إلهم. ف
فمثلا اذا كان عندي بدي اطور تطبيق له علاقه بتسهيل عمليه اجراء امتحانات عن طريق الانترنت للطلاب، فانا اول شيء ممكن اعمله هو ان اروح اونلاين اشوف ايش في تطبيقات انعملت لاخذ الامتحانات، اشوف ايش في مقالات مثلا انكتبت عن حوالي الصعوبات ومشاكل اخذ الامتحانات، واستوحي منها خيوط اساسيه لفهم المشاكل المتعلقه بالموضوع. فالبحث والاطلاع يتعلق بكل المعلومات اللي ممكن الوصول اليها سواء مكتوبه او مقروءه او مسموعه بشكل بدون ما انت تحكي مع الناس يلي بدك تحل المشكله له بشكل منعزل عنها. طريقه اخرى وهي احدى الطرق الاساسيه والمفضله بالنسبه لي في اجراء التصميم هي المراقبه الميدانيه، وهي اهم طرق جمع المعلومات في عمليات التصميم، وهي اللي يقال لها بالانجليزي الفيلد اوبزرفيشن، متعارف هي طريقه اساسيه كمان بالنسبه لعلماء الاجتماع. علماء الاجتماع بيدرسوا الناس عن طريق مراقبتهم اثناء قيامهم بمهامهم اليوميه. فالنصيحه الاساسيه انه اذا امكنك انزل الى الميدان او حاول مقاربه النزول الى الميدان لتراقب المستخدمين اللي انت عم تحاول تستهدف الخدمه بالنسبه لهم. فمثلا اذا انت عم هون هي المقتطفات اللي اخذتها هي لمراقبه ميدانيه لناس عم بيزوروا متحف. فانت اذا بدك تصمم، تخيل معي اذا بدك تصمم تطبيق معرض بمتحف، فمن الضروري انت تعرف الناس وقت بيكونوا بالمتحف ايش بيعملوا. وبالتالي واحدة من افضل طرق جمع المعلومات انه تنزل بنفسك على المتحف تاخذ ورقه وقلم وتسجل الناس ايش عم بيعملوا، ومهم كثير انه تاخذ اكثر قدر ممكن من التفاصيل، ورح تتفاجأ رح تتفاجئوا بقدر المعلومات اللي ممكن تتعلموها بمراقبات بسيطة. إذا نفكر نرجع على المشروع الأولي اللي وصفت لكم إياه في المنظمة البحثية، هذا كان واحدة من النواقص الأساسية، ما كان في مراقبة ميدانية بتاتا، ما نزلت على الحقل، ما حكيت مع المزارعين، وبالتالي ما كان عندي أي فكرة عن طبيعة ممارستهم لعملهم. ممكن أثناء المراقبة الميدانية أو بغض النظر عنها كمان تجمع معطيات عن طريق المقابلات، وهي كمان طريقة شائعة لجمع المعلومات أنه أنت تحكي مع ناس أو مع أشخاص يمثلون شريحة المستخدمين اللي أنت بدك تستهدفها. فمثلا في مشروع اشتغلت عليه مع مجموعة من الزملاء هي وقت كنت عم بختص بالمجال، فكان مشروع ضمن الجامعة. فكان المشروع حوالي تطوير أداة للمؤلفين الموسيقيين. فاللي عملناه إحدى الشغلات اللي عملناها إنه طلبنا مجموعة من المقابلات مع مجموعة من المؤلفين الموسيقيين وسألناهم، كان عندنا مجموعة من الأسئلة إنه أنت وقت بتشتغل إيش الأدوات اللي بتستخدمها؟ كل أداة ليش بتستخدمها؟ إيش المشاكل اللي بتشوفها؟ وإيش الميزات اللي أنت بتحب تكون موجودة ما هي موجودة؟ هلا واحدة من مشاكل المقابلات إنه أنت ما بتحكي مع الناس ضمن البيئة اللي هن بيشتغلوا فيها، وبالتالي في كثير شغلات رح تفوتك ورح تفوتهم، لأنه الشخص ما ممكن يتذكر كل شيء إذا ما كان بسياق العمل. فممكن تجري المقابلات في السياق نفسه. إذا كان تطبيقك زراعي، روح على الحقل واعمل مقابلة مع المزارع أثناء قيامه بعمله، طبعا إذا ما كان عم يقوم بشيء خطير. في مشكلة من مشاكل المقابلات الثانية هي إنه ممكن يكون شكلها مثل هي اللي هلا طلعت قدامكم، إنه ممكن تخوفوه للشخص اللي عم بيمر المقابلة، وهي مسألة مي سهلة إنه بدها ممارسة كثير وتعلم، بس من الجيد واحد يحطها في باله انه شلون ممكن انت تخلق جو اريحي بحيث الناس يحسوا بالراحه معك وبجو طبيعي يقدروا يعطوك المعلومات يلي انت عم تطلبها منهم. واحدة من النصائح الاساسيه انه ما تكونوا 10 بغرفه واحده ضد واحد عم تعملوا معه مقابله. اذا كنتوا غالبا اذا كنت مقابل شخص عندك تمرس او مرتاح مع الناس بتكفي لحالك، أقصى الأحوال شخصين، واحد بسجل وواحد بيحكي، أكثر من هيك كثير رح ترعب الشخص اللي رح تعمل معه مقابلة. ننتقل للطريقة اللي بعدها
هلا نحن حتى اذكركم لسه عم نحكي على طرق جمع المعلومات المتعارف عليها في عمليات التصميم. وحده من حلول حل مشاكل التذكر او الترعيب في المقابلات هي مجموعات التركيز، اسمها بالانجليزي فوكس جروبس. هي طريقه مستخدمه كثير في اداره الاعمال وفي التسويق، انه انت بتجيب مجموعه من الاشخاص يمثلوا الشريحه اللي انت بدك تستهدفها، وتحكي معه في عندك مجموعة من الأسئلة تسأل عليهم ضمن المجموعة، وبتحاول تخلق نقاش ضمن هالمجموعة. ضمن هالنقاش إذا مشيت الأمور بشكل جيد، كل مشارك بشجع التانيين على أنه يجيبوا معلومة جديدة. طبعا أنت بهالوقت بتكون عم بتسجل معلومات على دفترك. هيك نمط من المقابلات بمجموعات التركيز يفضل غالبا يكون مسجل فيديو، لانه كثير صعب انه اذا في عندك نقاش محتدم انه يكون انه تقدر تسجل كل شيء، فيفضل تسجله فيديو وتطلع عليه بعدين وتسجل الشغلات اللي فاتتك. هلا هالموضوع من المقابل هالشكل من المقابلات مجموعات التركيز مفيد اذا انت كان عندك اسئله محدده. بتذكر مشروعين عملنا فيهم مجموعات تركيز ما قدرنا نخلق نقاش فعلي لانه الاسئله عنا كانت عامه. كان واحد من المشاريع كان متعلق بأنه نحن نطور تطبيق يشجع الناس على أنه تمشي أكثر، فكان نستكشف ماذا يعني المشي بالنسبة للماشيين، للناس اللي بيمشوا بالشارع. فكان إذا بتقدروا هلأ تلاحظوا أن السؤال طبيعته عامة، فما قدرنا نخلق نقاش فعلي. بس في تجربة أخرى كان في عنا مطالب في القسم عم بيعمل مشروع له علاقة بأنه شلون ممكن واحد يطور تطبيق ليشجع الجدل السياسي على الإنترنت. فجاب مجموعة من الناس، وكان المشروع يهدف المواطنين في مقدونيا، فجاب مجموعة من الناس في مقدونيا وعملنا مجموعة تركيز. سألناهم بشكل محدد، فعلنا معهم أنه شلون انتم بتشاركوا في جدل سياسي، نقاش سياسي على فيسبوك تحديدا، وشلون بتشوفوا ناس تانيين بيشاركوا فيه، وش المشاكل، ايش الشغلات المنيحه بهالشيء، وايش الشغلات اللي بتشوفوا ما هي منيحه، وايش الشغلات ممكن تتحسن. فانخلق نقاش فعلي هذا الموضوع، كان كثير مفيد لانه الاسئله كانت محدده. طريقه اخرى وهي متعلقه بالمقابلات مجموعات التركيز هي الحوار مع المستخدمين الرواد. في اي مجال انتم عندكم اياه بدكم تطوروا فيه له خدمه، في مثلا خلينا نفكر في خدمه تسهل الترجمه، تسهل الترجمه للناس المهتمين في الترجمه من المقالات من الانجليزي للعربي. ففي دائما رواد في هالمجال اللي انتم عم تحاولوا تطوروا فيه الخدمه. بهالحاله هن رائدين في الترجمه، ناس اصلا بيحبوا الترجمه وبيترجموا اونلاين. فكثير من المفيد انه انت تجيبهم لهالرواد وتعمل معهم مجموعه تركيز، لانه هدول عندهم معلومات مركزه عن الامكانيات الموجوده حاليا والمشاكل اللي بحبوا انه يشوفوها محلوله. الشغل اللي لازم واحد ينتبه عليه انه هدول خبراء، يعني لا يمثلوا كامل الشريحة اللي انت بدك تحاول تشجعها على انه تستخدم الخدمة، ولكن ممكن يعطوك معلومات مركزة بتفيدك بشكل كبير. طريقة ثانية كثير شائعة في التصميم، وكانت عملت ضجة كبيرة وقت تم الحديث عنها في الأوساط الأكاديمية والشركات، هي اسمها المراقبة في السياق أو التصميم في السياق، بالانجليزي contextual design. هاي الطريقة مفيدة كتير إذا أنت كنت عم تصمم خدمة ضمن شركة، أو بالأحرى يلي بدهم يستخدموها لهالخدمة هن عاملين ضمن شركة أو منظمة. واحدة من الطرق الأساسية ضمن هالإجرائية التصميم هي المراقبة في السياق، ويلي أنت كمصمم أو كمراقب تجمع معلومات عن ظروف عمل الموظف أو العامل ضمن هالمنظمة بأنه تمثل على أنه أنت متدرب ضمن هالشركة.
فببساطة بتسألهم هل يمكن إنه أنا أجي على الشركة كأني متدرب وتدربوني على شغلكم، على الأمور اليومية اللي بتشتغلوا عليها، وأثناء تدربك تجمع أنت ملاحظات، هالملاحظات تكون فهم جيد لطبيعة العمل، لأنه أنت وقت حتى تفهم فعليا طبيعة العمل لازم تحاول تتعلم شلون تعمله. فبتفهم طبيعة العمل، بصير في عندك فهم دقيق لطبيعة الوظائف اللي بيعملوها الموظفين ضمن الشركة، وبالتالي شلون ممكن إنه أنت تعمل تطبيق يفيد عملهم ضمن المنظمة. بدي أوقف هون للحظة أتأكد إنه إذا كان في أسئلة أو لا. أخي الحسن، في أسئلة على الهواء ولا لا؟ ليس بعد. ليس بعد. طيب أنت أخي الحسن، على فكرة إذا أنت عندك أسئلة بتقدر تطرحها، ما بدي أجبرك هلأ أحطك على. إيه مشي. معناها هلا في عنا حوالي 32 مشاهد على الهواء، معناها بكمل اذا ما في اسئله. على كل الاحوال بعد حوالي يمكن 5 دقائق ممكن نوقف استراحه مده 10 دقائق، ممكن خلال هالوقت نشوف كمان اذا حدا في عنده اسئله. ماشي. ماشي. هلا نحن صار عنا جمعنا مجموعة من المراقبات، خلقنا سيل ودفق كمية محرزة من المعطيات. هالمعطيات ايش نعمل فيها؟ هي واحدة من التحديات الكبيرة في التصميم، انه اجراءات التصميم لجمع المعطيات تعطيك، تؤدي انه انت يصير عندك كومه كبيره من المعطيات ما بقى تعرف ايش بدك تعمل فيها. فمرحله ثانيه انه انت تعرف انه تحلل هالمعطيات، طالع منها دروس مفيده يمكن ترجمتها بشكل مباشر لمفاهيم، وهي المرحله اللي تليه. في مجموعه من الاجراءات، طبعا هون كمان مره ثانيه بقول انه هي ما كل الاجراءات الموجوده في التصميم، هي فقط مجموعه صغيره ولكن هي متعارف عليها شائعه. أول شيء هو التلخيص المستمر. أنت أثناء عملية جمع المعطيات من المفيد جداً أنه يصير في تلخيص مستمر لهالمعطيات، أنه إذا نزلتوا على الشارع وراقبتوا السائقين في الشارع إيش عم بيعملوا، حتى لأنه كان نطاق المشروع يلي بدكم تعملوه هو تطبيق لسائقي التاكسي مثلاً، فنزلتوا على الشارع أخذتوا دفتركم وبلشتوا تسجلوا مراقبات سائقي، ركبتوا مع التكاسي وشفتوا شلون هن بيشتغلوا، سجلتوا المراقبات. من الجيد وبشكل متكرر كل يوم بعد ما تسجلوا المراقبات تلخصوها في نقاط أساسية. المشكلة إنه إذا ما لخصتوها، أو بالأحرى إيش الفائدة، مو المشكلة، الفائدة من هالشيء إنه أنتوا مباشرة بتركزوا على المراقبات الأساسية، أهم يعني لب وخلاصة هالمراقبات. الفائدة الثانية إنه في عملية التلخيص أنتوا أوتوماتيكياً بتقارنوا مراقباتكم مع مراقبات تانية عملتوها في أيام سابقة، وبالتالي لا شعورياً أنتوا بتبلشوا بعملية تحليل. المقارنة مهمة جداً في عملية تحليل المعطيات. أنا بالنسبة إلي في فلسفات مختلفة في التصميم، بس أنا بالنسبة إلي المقارنة هي العملية الأساسية يلي تتيح تحليل البيانات. إنه أنت عندك مقارنة معينة، مثلا سائق تاكسي أنت شفت في عنده مشكلة بأنه يستخدم التطبيق إذا الشارع فيه كتير مطبات، هاي مراقبة وحدة أنت شفتها يوم واحد. هالمراقبة لا تعني شيء إذا كانت مفردة، بس مجرد ما تقارن بمراقبة تانية مشابهة فجأة يظهر معك انه هي المشكله متكرره وبالتالي تستاهل التركيز عليها، اذا لها علاقه طبعا بالسياق اللي انت عم تشتغل عليه. اذا التلخيص والمقارنه هو اداه اساسيه في تحليل المعطيات النوعيه يلي انت بتجمعها بشكل مكتوب او مسموع، او اذا عم تسجل فيديو او اذا عم تسجل صوت. طريقه ثانيه كثير شائعه ومن الطرق اللي انا كثير شخصيا كمان بشجع عليها هي المخططات التحليلية، اللي اسمها بالإنجليزي الـ Affinity Diagrams. أنا هلأ انتبهت أنه ماني كاتب أسماء الطرق هي كلها بالإنجليزي، المفروض أنه كان أكتبها.
فممكن انا اشارك معكم سلايدات بشكل لاحق عن طريق الشباب الله يعطيهم العافيه بويكيلوجيا، بس قبل ما نشاركها بنحط الاسماء الانجليزيه عشان اذا واحد بده يقرا بالمصادر بالانجليزي عن هالموضوع. فالمخططات التحليليه ايش هي؟ هي طريقه لتحليل البيانات مثل ما شايفين هون. هي طريقه تتيح لاكثر من شخص انه يتعاونوا على تحليل البيانات، طريقه تعاونيه. الشيء اللي بيصير ضمنه انه اكثر من شخص بيجمعوا مراقباتهم، طبعا رؤوس الاقلام ما خرج يجمعوا كل المراقبات، لانه ممكن اذا انت راقبت لمده اسبوع تنتج كتيب صغير ما خرج تنقله كله على الاجتماع. فبتجيب رؤوس الاقلام بتكتبهم على بطاقات وكل شخص بيعمل هالعمليه، وبعدين بتجمعوا هالمراقبات مع بعض حوالي المشكله اللي انتم راقبتوها، وبتجمعوها ضمن مجموعات وبتصنفوها. ما في تصنيفات محددة مسبقا، التصنيفات تظهر بعملية المقارنة والتحليل. مجرد ما انه انتم تجوا مع بعض وتجمعوا مراقباتكم مع بعض وتشوفوا انه هالمراقبة لها علاقة بهي، تظهر معكم تصنيفات، وبالتالي تظهر معكم المشاكل الأساسية او الفرص الأساسية اللي ممكن انتم تركزوا عليها اثناء ما انتم عم تخلقوا مفاهيم او مفاهيم يعني افكار لخدمات تعالج هالمشاكل. ممكن مثلا هي طبعا ما ضروري يطلع معكم هيك تصنيفات مثل هلا طلعت على السلايد، بس هي مثال. ممكن يطلع معكم تصنيفات مثل مراقبات لها علاقه بالمؤسسات، لها علاقه بالقيم والمبادئ لشريحه الناس يلي انا راقبتهم، لها علاقه بانماط الحياه، لها علاقه بالمكان والزمان يلي هالاشخاص انا راقبتهم، لها علاقة بالسياق وبيئة عملهم، لها علاقة بالمشاكل اللي طلعت معهم، بطبيعة ممارساتهم اليومية، الأدوات اللي بيستخدموها. ومهم جدا إنه دائما يكون في عندكم أنتم قصص معبرة. مثلا إذا أنا كنت زميل لألكم أثناء هالنشاط وأنتم قلتوا لي فيه إنه مثلا راقبت، لاحظت بعد مراقبة أكثر من شخص في الشارع مثلا، لنتخيل هذا كان احد مشاريع اشتغلنا عليها، انه بدنا نشجع الناس نعمل تطبيق موبايل يشجع الناس على انه يمشوا اكثر بالشارع. فانه لاحظنا انه اكثر من شخص كان عم بيمشي بالشارع وهو حاطط الهيدفونز باذنيه. فمن المهم انه يكون عندكم انتم قصص معبره عن هالمراقبات. طبعا هالمثال انا هلا نقيته يمكن أسوأ مثال حتى اوضح فكرتي، بس خلص نقيته. فمن المهم انه انا وقت اسالك انه ايش ممكن تقول لي مثال او قصه معبره عن هالمراقبه، فهداك الوقت انت بتقول لي قصه حدثت معك اثناء هالمراقبه. ومن الجيد انه كتابتها بشكل جانبي على البطاقه. اذا هالطريقه تتيح، هي تعاونيه، تتيح لمجموعه من الاشخاص ضمن المشروع تجميع مراقباتهم مع بعض وتصنيفها لاستخلاص الدروس والعبر الاساسيه من هالمراقبات. طريقة ثانية مهمة كثير لتحليل المعطيات هي خلق بناء شخصيات وهمية. هي وهمية جزئيا، ما هي وهمية كلية هالشخصيات. انتم بعد ما تجمعوا معطيات بصير في عندكم، انتم عندكم اصلا تصور واضح يعني او ما واضح، تصور يتحسن بالطراءات اثناء مراقبتكم عن شريحة الناس يلي انتم بدكم تخدموها. ومن المهم دائما في من بداية المشروع لآخره أنه دائماً يتفكروا بمن هي شريحة الناس اللي أنتم عم تحاولوا تخدموها في التصميم اللي عم تحاولوا تبنوه. من الطرق الجيدة لأنه تخلوا هالموضوع قيد الاعتبار هو أنه تخلقوا شخصيات. فبعد ما تعملوا مراقبات أولية بتبنوا مجموعة من الشخصيات الوهمية اللي تمثل شريحة المستخدمين اللي أنتم عم تحاولوا تخدموها. فمثلا هون عندكم على اليمين على السلايد هذا الظاهر، هي انا الامثله اللي اخذتها من الانترنت الصور. يبدو لي انه عم بيحاولوا يطوروا مشروع يسهل اخذ القروض من البنك من قبل الناس، وبالتالي بنوا شخصيه بمواصفاتها الشخصية الأساسية إنه هي تعمل مساعدة تدريسية وعندها 3 أولاد ومتزوجة وهالعائلة لا تحب إنه يكونوا مديونين، هي أولوياتهم بالحياة، هذه الشغلات اللي بيركزوا عليها.
حتى ياخذوا قروض هن يفضلون الاولويتهم بالنسبه لانه ياخذوا قرض انه تكون المؤسسه اللي عم ياخذوا منها قرض موثوقه تكون غير مستغله. اذا عم نحكي في سياقنا مثلا اذا بدنا قروض اسلاميه ممكن هالشيء كثير يكون له علاقه في المستخدمين عندنا في بلدنا ممكن يكون يهتموا بهالقضيه فهي بنحطها كمان بشكل اضافي. اذا الشخصيات هي طريقه لانه الخص مواصفات شريحه المستخدمين في مكان واحد واعطيه اسم، من المهم اعطيه اسم عبد الرزاق عبد الله ميشيل عمار هل هو اعطي لانه هالاسم بقدر استخدمه لاحقا ضمن الفريق اللي انا عم بتعاون معه لانه اشير لحاجات هالشخص. فمثلا عندي عبد الله يمثل شريحه مستخدمين هن سائقي التاكسي في دمشق اللي انا بدي اخدمهم في تطبيق مشروع. فأنا مستقبلاً وقت بدي أحكي عن حاجات هالشريحة المستخدمين بقول عبد الله ما بقى فيخدمني هالاسم بأنه أنا بشكل مركز بحكي عن حاجات شريحة كاملة من المستخدمين وبنفس الوقت يفيد هالشي بوضع صورة إنسانية على شريحة المستخدمين اللي أنت بدك تحكي عليها وبالتالي أنت بتفكر بالحلول أنه حلولك رح تخدم بشر ما رح تخدم نظام آلي وبالتالي بتركز على أنه خدمتك يلي بدك تطلعها تكون أكثر قابلية للاستخدام من قبل البشر وأكثر قابلية للانخراط ضمن سياق حياتهم الواقعي. في سؤال من نور الدين ممكن تعطونا مراجعة لنقدر نبحث بالمجالات؟ طبعا ممكن. شكرا على السؤال. ممكن نتابع على صفحة الحدث يلي مستضيفتها ويكيلوجيا ممكن نتابع على فيسبوك ممكن نتابع عبر الإيميل. فخلال الأسبوع القادم ممكن نحط مجموعة من المصادر لمتابعة هالمواضيع بما فيهم السلايدات يلي هلا عم يستخدمون للعرض وممكن نحكي بشكل شخصي إذا في عندك أسئلة محددة بخصوص مشروعك. في سؤال تاني كمان من نور الدين انه كيف بالمقابلات بنقدر ناخذ معلومات من الاشخاص اللي ما بيعرفوا يعبروا او احيانا بيعطوا معلومات مو دقيقه. هذا سؤال كثير كويس وهذا من الصعوبات المتكرره الموجوده في مساله المقابلات. هي واحده من المشاكل الاساسيه للمقابلات انه اول شيء بتصير خارج سياق المجال اللي انت عم تحاول تتعلم عنه وبالتالي انت حكما عم تاخذ معلومات منقوصه. الشيء الثاني انه المعلومات اللي عم تاخذها هي معلومات محكيه يعني الشخص ما عم بيقوم بشيء فعلي فرجيك اثناء عمله هو ايش عم بيعمل، لا هو عم بيحاول ترجمه تفاصيل اللي بيعرفها عن مشكلته ويترجمها لكلمات ويعطيك اياها. فمعك حق اذا الشخص ما كثير بيقدر يعبر انت راح تاخذ معلومات مضلله او منقوصه. طبعا مثل اي طريقه بحثيه في إلها هي عباره عن إلى مزايا وإلى مساوئ. هي مساوئها شلون انت ممكن تتجاوز هالموضوع انه انت تجري عدد من المقابلات مع عدد من الاشخاص بحيث انه انت تحاول تستخلص ما هو مشترك بيناتهم او انه كمان تقاطع المعلومات مع طرق بحثيه ثانيه انه ما تقتصر على المقابلات. المقابلات لوحدها هي ليست طريقة كافية أنا برأيي الشخصي لأنه أنت تأخذ معلومات كافية عن المشروع اللي أنت بدك تنفذه. وأنا برأيي كمان الشخصي وهذا ممكن يكون نقطة جدل خاصة مع الناس يلي بيلتزموا بطريقة تقليدية في تصميم البرمجيات أو هندسة البرمجيات بالأحرى، هي أنه هندسة البرمجيات طبعاً هي طورت عبر السنين. أنا عم بحكي عن طريقة تقليدية قديمة بالثمانينات خلينا نقول كانت تعتمد بشكل أساسي على المقابلات. أنت بتروح تعمل مقابلة مع مدير المشروع ضمن الشركة اللي أنت بدك تطور لنظام. طبعاً هذاك الوقت بالثمانينات كان أي شيء بدك تطوره أنت معلوماتية حكماً للشركات لأنه ما كان في شيء اسمه ديسكتوب كمبيوتر، كان في شيء اسمه كمبيوتر للشركات باستخدام موظفين. فأنت بتروح تعمل مقابلة مع مدير المشروع، مدير المشروع بيقول لك المتطلبات أنت بترجمها لمتطلبات سوفتويرية وبتبرمجها. هي مشكلة أساسية لأنه المقابلات ما بتعطيك فكرة عن السياق يلي بيشتغلوا فيه الناس اللي راح يستخدموه.
خدمتك، وبالتالي من المهم انه تقاطعها مع وسائل ثانيه لاتخاذ للمراقبه، منها المراقبه في السياق اللي حكينا عليها، ومنها المراقبه الميدانيه. سؤال جيد مره ثانيه. في سؤال كمان من بهاء حجازي، سؤال كمان جيد وممتاز، واشجعكم على طرح اسئله. السؤال اللي عم بيقول انه ما هي المجالات التي نستخدم فيها التصميم فعلا، او بمعنى اخر هل يمكن ان لا احتاجه؟ فمثلا عم بيضرب مثال للتوضيح، اذا كنت مبرمجا لشيء عميق ضمن النظام مثل مبرمج نواة لينوكس فساحتاج التصميم. هلا هذا السؤال كثير كويس. انا برايي تصميم دائما في عمليه تصميم في اي مشروع انت عم تمشي فيه، سواء ما سميت حتى ولو ما سميت التصميم، انت مر اثناء محاولتك لفهم الفكره، لفهم المشكله عفوا، تحليل المشكله وبناء مفاهيم لبرمجيات تحل هذه المشكله، انت تلقائيا عم تقوم بعمليه تصميم. يلي انا عم بعمله ضمن هالعرض عم بفصل عملية التصميم وعم بعملها منهجية أكثر. طبعا ما أنا عم بعملها، أنا هالشغلات كلها ما اخترعتها، عم بنقل طرائق شائعة على إجراء هالموضوع. أنا لسه ما جاوبت على سؤالك يلي هو إنه أنا إذا كنا مبرمجين عم نبرمج شيء عميق ضمن نواة لينوكس، بالنسبة إلي السؤال هون إنه مين هو المستخدم يلي يستفيد من يشيل يلي عم بتطوره أنت. إذا كان المستخدم النهائي للشيء اللي انت عم تطوره مو مستخدم عادي مثلي بيستخدم مستخدم عادي للكمبيوتر، فما في داعي انت تروح تحكي معه، لانه هن اصلا ما شريحه المستخدمين. شريحه المستخدمين اذا انت مطور عميق في لينوكس هن غالبا راح يكونوا مبرمجين ثانيين، مبرمجين راح يستخدموا هالخدمات اللي انت راح تطورها ضمن الكيرنل ضمن نواه لينوكس لحتى يطوروا تطبيقات، هن شريحة مستخدمينك، وبالتالي من الضروري انه انت تحكي معهم لتعرف ايش هن متطلباتهم وحاجاتهم. وغالبا اذا انت كنت مطور في نواة لينوكس ان شاء الله احد الايام، ما بستبعد عنكم شباب ما شاء الله عليكم، غالبا بيكونوا دائما على اتصال عميق في المطورين اللي بيستخدموا النواة عبر الاي ار سي، الشاتات، الميلينج جروبس، المجموعات البريديه، في لهم مجموعات بريديه وقنوات تواصل بضلوا على التواصل مباشر على المشاكل، في عندهم باج سيستم، نظام اخطاء بيلاحقوا فيه شيء متطلبات المبرمجين، وهذا بيلقي الضوء عن طرائق ثانيه غير اللي انا حكيت عنها لجمع المعطيات. هي كلها طرائق جمع المعطيات، بس هي خاصه في حاله انه انت شريحه المستخدمين تبعونك هن فعليا مبرمجين. وبالتالي السؤال الأساسي الذي يجيب عن سؤالك أخي بهاء هو ما هي شريحة المستخدمين، وهو يلي يدل على أنه مع مين أنا لازم أحكي لحتى أجمع معطيات. أسئلة ثانية بتصور غطيت الأسئلة الثلاثة اللي انطرحت. في سؤال جديد من عبد الله موسى، سؤال على اي اساس بقدر احط سعر لمشروعي من وجهه نظر هندسه البرمجيات اذا كان مشروع جديد وفكره ما تنفذت فعليا؟ هذا للاسف انا ما بقدر اجاوب عليه، مع انه سؤال جيد بيقدروا يجاوبوا عليه جماعه التسويق، وبيقدروا يجاوبوا عليه اي حدا اشتغل على فكره شبيهه بفكره مشروعك او ضمن مجال مشروعك، فبتقدر تطرح الموضوع اونلاين ونقدر نتفاعل معك بالخصوص. ماشي، معناها منكمل. منكمل. حكينا بشكل سريع عن المرحلتين الأساسيات الأوليات في إجراء عملية التصميم، هي جمع المعطيات وتحليلها. هلا أنا حللت المعطيات وصار عندي فهم جيد للمشكلة، طبعا برجع بكرر إنه هالخطوات ما ضروري تكون وراء بعضها بشكل خطي، غالبا بتكون متداخله ببعضها، غالبا بتنط انت من مرحله لمرحله، ولكن انا مضطر اعرضها بشكل خطي لانه هاي هي متطلبات العرض، هيك العرض يحكم عليك. فانا هلا صار عندي فهم للمشكله اللي انا بدي احلها. انا الخطوه التاليه هي انه اخلق مجموعه من المفاهيم او النظام يلي يحل هالمشكله.
فإذا هالمرحلة هي مرحلة الصنع البناء، وهي تتضمن مجموعة من الإجرائيات يلي مرة ثانية مرجع بقول هي ما كل الإجرائيات موجودة، ولكن هي إجرائيات شائعة ومعروفة في إجرائيات التصميم. أول شيء وشيء كثير مهم وغالبا أي إجرائية تصميم بتعملها هي العصف الذهني. والعصف الذهني هو عملية إخراج أكبر عدد ممكن من الأفكار. أنت صار في عندك فهم معين للمشكلة اللي في بالك، تخرج أكثر عدد ممكن من الأفكار، مفاهيم الخدمات اللي ممكن تحل هالمشاكل اللي أنت وصفتها. وهي أيضا من الطرق التعاونية اللي بتفيدك إذا أنت كنت عم تشتغل ضمن فريق. فلنتخيل أنه أنتوا حللتوا مشاكل وفي عندك مجموعة من 4 أشخاص ضمن الفريق، كل واحد جمع معطيات وحل المعطيات، بتجوا مع بعض أنتوا مع بغرفة وبتبلشوا بتشلفوا أفكار، وما مهم أنه الأفكار تكون جيدة، المهم أنه كل شيء أفكار ممكن أنتوا تفكروا فيها، مفاهيم لا 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 لخدمات بتقدر تحل المشاكل اللي أنتوا عم تتعرضوا لها، تطلع وتصير بشكل واضح ومرئي قدام الجميع. ومن المهم أنه ما تحكموا على الأفكار بمرحلة العصف الذهني، لأنه المهم هو توليد أكبر عدد من ممكن من الأفكار بدون اختيار واحد منها، ومن الجيد أنه تبنوا على أفكار بعض. يعني مثلاً أضرب لكم مثال، مشروع اللي حكيت عنه هلأ من شوي هو تطبيق موبايل لتشجيع الناس على المشي. واحدة من الأفكار يلي طلعت معنا أثناء العصف الذهني هو تطوير دارة بتدفي لك بوتك بالشتاء وبتقدر تفعلها عن طريق موبايلك قبل ما تمشي مشان تشجعك على المشي. فكرة أنا برأيي فكرة غير قابلة للتطبيق، حتى لو قابلة للتطبيق ما هي الفكرة الجذابة، لكن مهم أنه تطلع، لأنه ما بتعرف إيش هالفكرة ممكن تشجعك على توليد أفكار لاحقة. بهالمرحلة من المهم توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار والتعلم من أفكار بعض. إذن العصف الذهني بدل للعصف الذهني، عفوا لأنه نسيت نقطة هون، أنا أنه أنتوا وقت بتولدوا مجموعة من الأفكار أنتوا ما عم تولدوها من العدم، أنتوا عم تولدوها بعد فهم المشكلة، وبالتالي لازم تجيبوا لجلسات العصف الذهني أو لأي جلسة لتوليد أفكار لازم تجيبوا منتجات تحليل المعطيات يلي نتجت في المراحل السابقة. يعني إذا أنتجتوا شخصيات وهمية يلي اسمها بالإنجليزي personas يلي حكيت عنها، لازم تجيبوا هالشخصيات. إذا مثلا عملتوا بوستر عن هالشخصية بتجيبوه بتلزقوا على الحيط، إذا عملتوا مخطط مفاهيمي affinity diagram حللتوا فيه التصانيف مختلفة للمراقبات عملتوها ولزقتوه على كرتونة كبيرة بتجيبوها هالكرتونة وتحطوها، لأنه هل نواتج تبعيتون رح تذكركم رح توحي لكم بإبداع بخصوص خلق أفكار جديدة لحل المشاكل. طريقة جديدة وشائعة جدا وأكيد كلياتكم أي حدا اشتغل على مشروع واقعي عمله هو الاقتباس، إنه إذا أنت عم تحاول تحل مشكلة غالبا في عدد كبير من الأشخاص اشتغلوا على مشاكل شبيهة، بالتالي من الجيد إنه تطلع على الحلول الشبيهة بالشيء اللي أنت عم تحاول تعمله، تقتبس منه وتتعلم منه. يعني مثلا هي أنا أخذت بسرعة صورتين لموقعين إلكترونيين، واحد لمنظمة واحد لشركة. فتخيل إذا أنت عم تحاول بدك تصمم موقع للشركة اللي عم تشتغل فيها، فإذا أنت ما في عندك خبرة سابقة في متطلبات إيش الشركة بتتطلب لأنه تكون ضمن موقع، فمن الشغلات الجيدة حتى تستوحي أفكار هي أنه ببساطة تطلع على مواقع شركة تانية. ما رح أحكي عن الموضوع أكثر من هيك لأنه بتصور نسبياً بديهي. الحقيقة بدي أحكي شغلة إضافية عنه، هي أنه حتى ولو ما في حلول تقنية متعلقة بالمشكلة اللي أنت عم تشتغل عليها، جزء في حلول غير تقنية. يعني مثلاً إذا أنت أول شخص، إذا تخيلنا أن إحنا هلأ بالتسعينات وما في ولا موقع ولا شركة، أنت أول شخص بده يصمم خدمة لشركة، من الجيد تطلع على الحلول غير التقنية يلي العلاقة بالتعريف بالشركة، مثل كتيبات يلي بتصدر على الشركة للتعريف عن نفسها. ممكن هالكتيبات تولد لك أفكار أنه أنت إيش تحتاج لتصميم الموقع تبع الشركة.
هلا بننتقل اللي بعده اللي هي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي لا يمكن تلاقي تصميم إجرائية تصميم بدونها، هي الشخبطة والتخطيط. وهي من الشغلات التي من الجيد إتقانها، ولا تتقن إلا بالممارسة المتكررة. ومن الغالب أنه أي حدا بيناتكم لحد ما مارس الشخبطة والتخطيط، أنه إذا أنتم عندكم فكرة معينة من المهم جدا تطليعها على الورق بشكل مرئي ورسمة، لأنه تجعل الأفكار واضحة وملموسة وتجبركم على أنه تحاولوا تخرجوا التفاصيل. لأنه غالباً أنتوا تكون عندكم فكرة مجردة أو ما مجردة، فكرة عملية لتطبيق معين. هذا بتصور تطبيقي اللي أنا عم بطلع مثاله على السلايد اللي شايفينه، هو تطبيق قائمة مهام أنا لازم أعملها اليوم مثلاً أو خلال الأسبوع. فأنا غالباً إذا كان عندي فكرة معينة عن هالتطبيق في رأسي، ما رح تكون عندي التفاصيل كلها كاملة. عملية رسم هالمفهوم على الورق رح تجبرني إنه أنا أطالع تفاصيل، إنه أصمم التفاصيل. وهل عملية الشخبطة والتخطيط تجبرني على إنه أقيم الفكرة أثناء رسمها، وبالتالي تعديلها أثناء الرسم. فالفكرة عم تتحسن تلقائياً أثناء ما أنت عم تشخبطها وتخططها على الورق. الفائدة الإضافية إنه حالما أنت كان عندك نموذج مرسوم عن الفكرة، بتقدر تفرجيها للناس الثانيين، بتقدر تفرجيها لزملائك في العمل، ممكن يشخطوا عليها، يشاركوا معك، يحسنوها، يعطوك تعليقات عليها، ممكن تشاركها مع شريحة المستخدمين لتجمع معلومات إضافية، إيش رأيهم فيها، شلون ممكن تشتغل. فجأة صار عندك نموذج بتقدر تستخدمه لا تجمع معلومات إضافية ولا تحسن فكرتك. برجع بركز ليش مهم، ليش يعني ممكن تبين لكم انه هي فكره كثير بسيطه، ولكن ممارستها بشكل متكرر لا يمكن انه فعليا واحد يبخس من قيمته اثناء عمليه التصميم، لانه كثير طريقه رخيصه ولا تتطمن سوى ورقه وقلم، ولا تتعلق بصرف وقت له علاقه بكتابه كود او انشاء نموذج معقد. إذا رخيصة وسريعة وتساعدكم على إخراج أفكار من رأسكم، وضع الورق وتحسينها والتعاون مع الآخرين. نموذج ثاني، هذا نموذج عن شخبطة متطورة أكثر شوي، لأنه ما بس شخبطة، لعدة واجهات ممكن للتطبيق اللي أنتم عم تشتغلوا عليه، ومحطوطة ضمن إطار. إذا أنتم مثلا عم تستخدمها ضمن تابلت، ضمن تطبيق، ضمن الموقع. فالشخبطة والتخطيط بحد ذاتها ممكن تكون على عدة مستويات، ممكن تبلش كثير بسيطة وكل ما لا تتحسن مع الوقت وتصير معقدة أكثر وتبين منتهية بشكل أفضل. ممكن أنت بالأخير توصل لمرحلة أنه تستخدم برامج تصميم جرافيكس، برامج تصميم رسوميات، لحتى تعمل مخططات أكثر انتهاءً. بس هي بتكون عادة مراحل المتقدمة في التصميم. المرحلة التالية واللي هي كمان مرحلة متقدمة في الشخبطة هي النمذجة الورقية. هلأ هي كتير شبيهة بالشخبطة، ولكن تفرق عنا انه انت بتحاول تعمل نموذج تفاعلي عن الخدمة اللي انت عم تصممها. يعني بتحاول تصمم أو ترسم مختلف الواجهات اللي ممكن المستخدم يشوفها أثناء تفاعله مع المنتج اللي أنت عم تصممه، وأنه تعرف تحدد شلون ممكن المستخدم ينتقل من واجهة لأخرى. يعني مثلاً إذا ضغط على هالزر لازم ينتقل لهالواجهة، إذا ضغط هون لازم ينتقل لهذيك الواجهة، إذا أجته رسالة مثلاً لازم يطلع له تنبيه. هالشغلات كلها بترسمها، ممكن أنت تستخدمها لإنشاء نموذج ورقي مرة تانية بشكل رخيص بدون كتابة أي سطر كود. هذا شكل تاني من النماذج الورقية كمان لتطبيق موبايل. إحدى الفوائد النماذج الورقية إنه بتقدر كمان عن طريقة تفرجي وكمان الشخبطة والتخطيط تفرجي إنه بإظهار عرض مشروعك على الآخرين، عرض فكرة مشروعك.
سواء انت عم تعرضه على مدرائك في الشغل او على زملائك اذا كانت مشروعكم مستقل. فالشيء اللي ممكن تعمله هو انه كمان تصمم مجموعه من الواجهات يلي توصف حاله معينه من استخدام خدمتك، وتتالي هالواجهات يعبر عن قصه معينه لاستخدام مستخدم معين لحاجه معينه. هلا هذا تطبيق هو لارسال رساله، وفي مجموعه من الكونتاكتس، فقائمه الاشخاص يلي عندك عناوينهم في قائمه. فانت هي بتقدر تستخدم النماذج الورقيه او المخططات لانه تفرجي في مستخدم معين يلي هو هون بهالحاله اسمه ماري. اول شيء ماري عم بتفتح التطبيق، عم تتصفح قائمة العناوين، عم تختار عنوان معين، بتكتب رسالة، بتبعت الرسالة، بعدين بتوصل للرسالة المتلقي، وبعدين بيوصل لماري تنويه بأنه انبعتت الرسالة. هذا المثال البسيط يوضح شلون ممكن واحد يوضح النموذج ويوضح الفكرة عن طريق تسلسل نماذج متتالية. هذا نموذج ورقي ثاني هو كمان برأيي الشخصي من الطرق اللي أنا كثير بحبها في واللي أشجع عليها في بناء النماذج الورقية، إنه أنت مثلا في عندك هذا موقع عم تحاول تصمم موقع شراء إلكتروني أو إدارة اسمه إدارة مبيعات إلكتروني. فطريقة كثير شائعة وجيدة ومرنة هي انه انت تحط العناصر يلي ضمن الخدمة اللي انت عم بتصممها مرسومة على بطاقات، وهالبطاقات منفصلة بتقدر انت تشيلها وترجع تلزقها، وبالتالي ممكن بسهولة تشيل هالبطاقات وترجع تلزقها لتعيد تصميم موقعك بشكل رخيص وسريع في حال كان موقع. في شغلة مهمة هون بعملية الشخبطة وعملية تصميم النماذج الورقية، هي انه بتحسوا انه هل نماذج غير منتهية وغير جدية. طبعا هي فعليا جدية كثير، في وراها عمل مضني وعمل عميق له علاقة بجمع المعطيات وله علاقة بتحليل المعطيات وتفكير كثير قبل ما هالمفاهيم تجي، ولكن شكلها الخارجي اللي يوحي انه هي غير جدية يشجع الاخرين على انه يلعبوا فيها، يشجع زملائك ويشجع المستخدمين اذا انت عم تسأل المستخدمين ايش رأيهم، انه مثلا يشيلوا البطاقة ويقولوا لك انه مثلا ما كتير مفيدة اذا حطيتها هون حطها هون. هلا في محاذير هون لازم واحد ينتبه عليها، انه هل عدم الجدية ممكن توحي انه شغلك غير جدي في حال انت عم تعرض مشروعك لشخص تصوره عن عملية تصميم شوي قديم، ما عنده تصور انه انت هي تصميم بيني لساتك ما انك موصل للتصميم النهائي. فمن الجيد كمان تحط في بالك انه مين هن الجمهور اللي انت عم تستخدم معه النماذج الورقية. بس حتما هي مرحلة لازم تمر فيها اذا انت عم تعمل عملية تصميم، لانه عملية رخيصة توفر عليك كتير وقت تحسن مشروعك قبل ما يوصل للبرمجة. قبل ما نروح على النماذج التشاركية بدي أوقف لمدة دقيقة أشوف إذا في أسئلة. أخي الحسن في شيء سؤال؟ أخي الحسن عفوا ما سمعتك، في شيء سؤال جديد على لا لا يوجد أسئلة، ما في أسئلة. ماشي ماشي أوكي. تسمعني؟ إيه عم بسمعك شكرا. ماشي معناها منكمل على المرحلة التالية النماذج التشاركية. كل مرة نرجع. أوكي ماشي. إذا كنا عم نحكي على النماذج، وهي إذا لاحظتوا كل هلأ عم نحكي كله هي بأساليب بناء المفاهيم كلها لها علاقة بإخراج هالمفاهيم من رأس المصمم لأنه تصير بشكل ملموس خارج رأس المصمم. هي فعلياً عملية البناء هي
إخراج المفاهيم من المرحلة المجردة في الرأس لا مرحلة ملموسة، لأنه غالباً وقت أنتم عم تجمعوا معطيات دائماً في مفاهيم عم تتكون بدون بلا شعور، فمن المهم دائماً إخراج هالمفاهيم ووضعها على الورق في مرحلة البناء. النمذجة التشاركية هي كمان عملية إنشاء نماذج، ولكن بالتشارك مع شريحة المستخدمين اللي أنتم عم تشتغلوا معكم. فمثلا هذا مشروع، هاي الصورة اللي هلا طلعت، مشروع تصميم حديقة في حي، وهذا المشروع نسيت وين صار، ولكن تم، جابوا ناس ساكنين في الحي صمموا معهم بشكل تشاركي الحديقة، وتم تنفيذها لاحقا، وكانت ناتج تعاون لهالناس المشاركين في الحي الساكنين في الحي. هلا من الملاحظ انه في عمليات النمذجة التشاركية لازم يكون في كتير شغلات خرج واحد يلعب فيها اثناء النمذجة، اثناء التصميم بشكل مشترك. ففي حالة تصميم الحديقة هون كان في كتير رمل، في كتير في طابات، في كتل خضراء وكتل بيضاء وخشب، مشان تشجع المشاركين على انه يفكروا بشكل ابداعي وانه يصنعوا. هلا طبعا وقت نحن عم نصمم برمجيات، الامور الملموسة عندنا المواد، كل مصمم له مواد للشغلات اللي عم بحاول يصممها. المواد بالنسبة للبرمجيات ليست كامل او ليست مجسمات ثلاثية الابعاد، الا اذا كنتوا عم تخلقوا انتوا واجهات جديدة ملموسة، ولكن واجهات ثنائية الابعاد التقليدية نحن موادنا هي معلومات ونوافذ وزرار واطارات ومواقع ويب، هي المواد او العناصر الاساسيه التي يتكون منها تصميمنا. وبالتالي بنستخدمها مثل ما هي اثناء النمذجه التشاركيه. طبعا من المهم كثير انه بالنمذجه التشاركيه انه نجي معنا اوراق كثير، معنا بطاقات ملونه كثير، معنا اقلام ولزاق ومحايات وبرايات والوان، اي شيء ممكن يساعد شريحة المستخدمين على أنه يشاركوا في تعديل النموذج اللي عم نطرحه عليهم. النمذجة التشاركية فيها قضية مي سهلة، أو الأحرى قضية لازم واحد ينتبه عليها، أنه يفضل ما تنعمل في المراحل الأولية جدا من المشروع، وقد أنتوا لسه عندكم مفاهيم تفتقر للتفاصيل. من المفضل يكون عندكم مفهوم أولي مطور لحد ما يشجع شريحة المستخدمين أنه يكون في شيء ملموس بيقدروا يفيدوا يناقشوه ويعدلوا عليه. لانه بتكون تحطوا في بالكم انه شريحه المستخدمين ما هم خبراء، ما بيقدروا يفكروا بشكل مجرد اذا المفهوم يلي عم تسالوه، عفوا يلي عم تسالوا عنه هو مجرد، فلازم يكون في شيء ملموس لحد يتشجعوا على المشاركه. وبالتالي النموذج التشاركي من المفضل تكون في مراحل متوسطه اثناء تطوير المفهوم. في طريقة بتصور يمكن أي مصمم ويب بيناتكم يمكن عم عدي عليه أو حتى ممارسة، وهي شائعة جدا في تصميم الويب، مواقع الويب، هو وقت إن أنت عم تجمع معطيات وعم تطالع مفاهيم. مثلا طالعت مفهوم للشركة، لموقع الشركة اللي أنت عم تشتغل لها. في حل مثال هون أنا بتصور الموقع الويب معني في مكتبة، بدك تعمل موقع لمكتبة أونلاين لخدمات مكتبية. أنت وقت عملت مراقبتك، عملت مقابلاتك، حكيت مع اللي عم بيشتغلوا في المكتبة، حللت المعطيات اللي عندك، عندك مجموعة أولية من المفاهيم، رح ينتج معك عدد من المعطيات. هالمعطيات تقابل خدمات في المكتبة، مثل مثلاً إنه المكتبة بدها تتيح استعارة الكتب. طلع عندك معطيات إلى علاقة مثلاً إنه المكتبة تقدم خدمات بالموسيقى والرقص، خدمات فنية. طلع معك إنه لازم الموقع يكون فيه معلومات عن المكتبة يلي بيشتغل بالمكتبة، ساعات عمل المكتبة. فهي كلها عناصر معلومات
لازم تكون موجودة في الموقع. فأنت صار عندك مجموعة من العناصر غير مرتبة. هلا هذا ناتج عملية تصنيف البطاقات، فأنتم بدكم تتخيلوا إنه كل هالعناصر غير مرتبة. عملية تصنيف البطاقات هي إنه أنت بتروح تتعاون مع شريحة المستخدمين، مثلا طلاب جامعيين المفروض منهم إنه يستخدموا هالخدمة المكتبية أونلاين، فبتروح لعندهم ببطاقات غير مرتبة وبتسألهم شلون ممكن ترتب هالبطاقات ضمن تصنيفات جيدة، تصنيفات منطقية بالنسبة إليك أو إليك. وبالتالي مستخدمينك رح يساعدوك إنه تلاقي تصنيفات منطقية لهالعناصر المعلوماتية اللي لازم تحطها على الموقع. وهي كمان ممكن أنت تعملها بشكل تعاوني إذا كان في عندك، إذا كان بدك تسأل شخصين أو ثلاثة، ممكن حتى تعملها مع زملائك في الفريق. الجيد فيها مثل الطرق الثانية إنه رخيصة ولا تتطلب إنه أنت تعمل مفهوم يتطلب منك كثير وقت، يتطلب منك بس إنه تكتبون على الورق وتقصصهم وتلاقي حدا ممكن يساعدك بالموضوع. منيجي هلأ على مرحلة أساسية ومرحلة فرعية ضمن عملية صنع المفاهيم في التصميم، وهو اختبارات الاستخدام، وهي مهمة جدا. يمكن لازم أوقف أبطل لكم على كل طريقة هي مهمة جدا، كلهم أهم من بعضهم، ولكن اختبارات الاستخدام هي عملية مركزية وأساسية. أنت أي مفهوم بتطوره وبتنمذجه ورقيا أو في مراحل متقدمة، راح يكون عندكم في نماذج رقمية مو ورقية، نماذج على الكمبيوتر إلا شوي شغالة في مراحل متقدمة من التصميم، من المهم جدا أنه يكون في اختبار متكرر لكل مفهوم أنتم بتطوروه. في المراحل الأولية وقت أنتم عم تطوروا نماذج ورقية، ممكن هالنماذج الورقية بحد ذاتها تستخدموها في اختبارات الاستخدام. فمثلا هذا تطبيق اسمه wearable computing، يعني الحوسبة التي يمكن لبسها، يعني واجهات حاسوبية ممكن تتلبسها ككم لكنستك. فإذا أنت طورت مشروع وواجهة وخدمة لتطبيق موبايل ممكن أنت تلبسه على كمك، ممكن هالنموذج الورقي تجيب مثلا عدد من المستخدمين عادة يتراوح بين 3 إلى 5. إذا بدك تقيم بشكل متكرر وسريع، عادة تقدر تجمع عدد محرز من كمية محرزة من المعلومات حوالي جودة مفهومك فقط باستشارة 3 إلى 5 مستخدمين. طبعاً تقدر تحصل أكثر إذا كان لازمك، بس 3 إلى 5 عادةً عدد جيد. وبتجيبهم وبتختبر المفهوم معهم. طبعاً من المفروض إنه تسألهم، تعطيهم سيناريو واقعي، إنه إذا كان هذا التطبيق له علاقة بالتشجيع على المشي، عشان نلتزم بالمثال اللي حكيت عنه من قبل، فلازم تفترض من الشخص تسأله إنه التطبيق هذا وانت قاعد في البيت على الديوانة على الكنباية بالشامي، انه طلع لك هالتنبيه، شلون ممكن ترد عليه؟ او ايش تفهم من هالتنبيه؟ شلون ممكن ترد على هالتنبيه؟ وبالتالي المستخدم رح يطلع على هالتنبيه اللي هو منمذج وموقع لانه بالورقي، بقول لك ايش فهم منه، بقول لك انه انا وقت بقرا هالتنبيه رح اضغط على هالزر. وقت بيضغط على هالزر أنت بتكون محضر واجهة تانية تنمذج ماذا يحصل عند ضغط هالزر وبتحطه قدامه للمستخدم، وبالتالي أنت تحاكي ماذا يمكن للمفهوم إنه يقوم به في حال كان منفذ. ولكن بدل ما إنه المفهوم يكون منفذ، أنت فعلياً وراء الكواليس تنفذه. ومرة تانية هاي طريقة اختبار كتير رخيصة بدون كتابة أي سطر كود. طبعاً لاحقاً وقت أنتم بتوصلوا لمرحلة جيدة من التطوير المفهوم وبلش تنفيذه برمجياً، لا مانع وبل من المفضل إنه النماذج اللي أنتم عم تقيموها تكون نماذج مبرمجة أصلاً. ولكن أنا هلأ عم بركز على المراحل الأولية من الاختبارات، ولما لما المفاهيم بتكون لسه قيد التطوير. ملاحظة إضافية أنا بدي أحكي عنها، أنه باختبارات الاستخدام ممكن تكون كتير معقدة
ممكن تتضمن مختبرات، في عدد من الكاميرات والميكروفونات والمراقبين اللي يراقبون عبر زجاج عاكس لتسجيل كاف كل ما شرد وورد يلي بيعمله المستخدم أثناء اختباره للمنتج. ولكن هالاختبارات عادة بتصير في مراحل إما متقدمة جدا من التصميم، وقت المنتج فعليا إما تم تنفيذه تقريبا، أو إنه هو موجود أصلا مثل فيسبوك خلينا نقول، وجماعة فيسبوك بدون يقيموا ميزات جديدة فيه. فممكن يجيبوا مستخدمين يحطهم مختبر ويراقبوهم ويعطوهم مهام لأنه يؤدوها ويراقبوا نواتج الأداء وشلون إيش هي الميزات إيش هي الجوانب الناجحة في الميزات اللي عم يحاولوا يقدموها وإيش هي الجوانب الفشل وبالتالي يحسنوا المفهوم. ولكن لا ترتعبوا لأنه الاختبار ممكن وخاصة في المراحل الأولية يصير بإمكانيات بسيطة كتير. خلينا نفترض أنه هذا التطبيق هو متعلق بمساعدة ساقي التكاسي على أنه يلاقوا زباين، فممكن أنت تستخدم الكرتون لتحاكي البيئة اللي عم يشتغل فيها السائق، تجيبه لعندك وتستخدم واجهات ورقية وتحاول أنه تنمدج أنت البيئة اللي عم يشتغل عليها. طبعا في مرحلة ما لابد أنه أنت تحاول تختبر تطبيقك المنتهي في سياقه الفعلي، ولكن كل هالأدوات الاختبار هي للاختبار قبل ما أنت يكون في عندك منتج نهائي وقبل ما يكون في إمكانك أنه تختبره بشكل فعلي، وبالتالي هي اختبارات مبكرة ورخيصة. بدي أوقف هون دقيقة وأسأل إذا في أسئلة. أخي الحسن في أسئلة ولا لسه ما في عندنا سؤال؟ محمد بوزة. أي النمذجة التشاركية تكون العديد من الآراء متضاربة للمستخدمين، كيف يتم التوفيق بينها؟ هذا سؤال جيد. ما في عندي إجابة مباشرة لهالموضوع. أنا ما بقدر أجاوب بشكل شخصي لأنه بالورشات اللي شاركت فيها بالنمذجة التشاركية ما كان في تضارب كتير، وكان في شعور شوي عادة إذا أنت مصمم أو مجموعة مصممين عم تحاولوا تجيبوا ناس يشاركوا معكم في ورشة نمذجة تشاركية، عادة هالناس بيكون عندهم شوية شعور إنه أنتوا خبراء وبالتالي بيكونوا مترددين، وبالتالي إذا كان في تضارب بالآراء بيحاولوا ينظروا لكم إنه إيش رأيكم أنتوا بتقدروا تبتوا بهالخلاف. هلأ أنا برأيي هذا ممكن يعد فشل أو فشل في إدارة النمذجة التشاركية، وهو موضوع النمذجة التشاركية ما هو سهل، بده ممارسة كتير لأنه واحد يقدر يديره بشكل أريحي وبشكل يحسس المشاركين فيه أنه مرتاحين. برأيي هون أنه وظيفة المصمم الاجتماعية ضمن ورشة النمذجة التشاركية هي أنه يسهل حل التضاربات ضمن الورشة بحد ذاتها. يعني مثلاً أنا في عندي شخص عنده رأي معين وشخص عنده رأي متباين، ممكن أنا كمدير لعملية النقاش ما أبد في الخلاف كخبير رأيي وأفرضه على الآخرين، ممكن أحاول أستشف من كل شخص ليش رأيهم إنه الخدمة لازم يكون هيك شكلها، ممكن حتى أشجعهم على بناء مفهوم يجمع الميزتين مع بعض، أو أساعدهم على فهم وجهات نظر بعضهم، أو تذكيرهم في أولويات الخدمة بالنظر للشخصيات الوهمية اللي أنشأناها اللي هي personas، أذكرهم بمتطلبات المستخدم يعني ممكن متطلبات المستخدم بحد ذاتها تساعد في بدء الخلاف ووضع الأولوية على واحدة من الميزات يلي واحد من المستخدمين يفضلها على حساب المستخدم الآخر. مرة تانية سؤال جيد جدا، برأيي أنا إجابتي عليه غير كاملة، ولكن العنصر الأساسي أنا برأيي هو قدرة المصمم أي اللي عم بيدير ورشة التصميم التشاركي على إدارة على تشجيع
المشاركين انه يحلوا التضاربات بين بعض، واذا في تضاربات ما حلوا ما هي مشكله انا بحلها بعدين. في سؤال ثاني عندي. ماشي. نمذجة التشاركية كمان. أيوة. المرحلة الأفضل لها هي أثناء تصميم الـ MVP ولا بعد الـ MVP؟ نطور عليه بعدين. إذا بتذكر هذا المينيمال فايبل برودكت ما؟ تمام إيه. برأيي النمذجة التشاركية سؤال كثير صعب إجابة عليه لأنه كل مشروع له خصوصيته. أنا برأيي إنه إذا كان عندك عدد غير محدود، إذا ما كان عندك مشكلة بالوقت، إذا ما كان عندك مشكلة في تطويع مشاركين بيفيدوك في إجراء النمذجة التشاركية، اعملها في مراحل مبكرة من المشروع. تمام. قبل تطوير الـ MVP. ولكن طبعاً واحدة من مشاكل النمذجة التشاركية إنه لازم يكون من المفضل يكون عندك أسئلة محددة، مفضل يكون عندك مفاهيم ملموسة. قبل الـ MVP عادةً بجوز يكون هالشيء مو متوفر عندك، فورشة النمذجة التشاركية تكون ملبكة أكثر ما هي مفيدة. وبالتالي إذا أنت محدود من الوقت ومحدود بالموارد بدك توفر على الناس مشاركتهم لأن وقتهم محدود، بدك تستثمر وقتهم بشكل أفضل. بنفس الوقت ما عندك مفاهيم واضحة للمعالم بشكل ما، تقدر تأجلها لما بعد الـ MVP. ولكن إذا كان الـ MVP عندك أنت عم بتطوره بهدف أنه تطور المنتج، يعني الـ MVP رح يتطور يصير منتج فعلي، حتما أنا أشجع إجراء شكل ما من النمذجة التشاركية أو على الأقل استشارة شريحة المستخدمين بالمفهوم يلي أنت عم تطوره قبل ما يصير كود. ماشي؟ تمام. في سؤال كمان ولا خلصوا؟ في سؤال هلأ عم ينكتب. بالنسبة لاختبارات الاستخدام من عدنان المنيني، اختبارات الاستخدام بطريقة أو بأخرى شاف إنه كذا مثال ما كانت بهالتعقيد. بدي منه إذا بيتفضل إنه يعطي مثال لأنه ما فهمت إيش، يعني ما فهمت وين وجه التعقيد. مثلاً يطرح مثال كان تعقيده أقل ويقارنه بالشيء اللي طرحناه، وممكن مثاله يفيدنا أكثر بطرح مثال أفضل من جزء أنا ما توفقت بعرضه. تمام. هلا هو عم يقول إنه هو عم يفكر بمشروع التخرج. أيوة. كيف يحسن يعرضه على الجمهور أو يأخذ رأيه أو يختبره؟ برأيي الشخصي إنه يتبع طرق رخيصة مثل ما حكينا، يحاول هو حسب مشروع التخرج، بجوز هو مهندس برمجيات، بجوز مصمم ويب، بجوز مهندس إلكترون، بجوز مهندس حاسبات. فإذا بغض النظر عن اختصاصه يعمل نموذج رخيص يمكن إنتاجه بسرعة، بيقدر عن طريقه يمثل الفكرة المفهوم الأساسي تبع المشروع ويستخدمه لإجراء الاختبار. هلأ تفاصيل إجراء الاختبار تختلف من ضمن مشروع لآخر، ممكن هاد نحكي فيه بعد العرض بالنسبة لمشروعه بشكل محدد لأنه كل مشروع له خصوصيته. ولكن من المهم أنه أثناء إجراء الاختبار يكون في قدر كافي من التفاعلية حتى ولو كان النموذج ورقي. إذا كان النموذج ورقي لموقع ويب أو لبرمجية قدر كافي من التفاعلية، هذا يعني أنه لازم يكون في قدر كافي من الواجهات المختلفة يلي تتيح للشخص اللي عم بيستخدم هالنموذج أنه يتنقل بين حالات مختلفة واجهات مختلفة. هذا هو المتطلب الأساسي اللي أنا بشوفه بإجراء الاختبار. وإلا إذا كان النموذج يفتقر لتفاعلية كافية، هذا يتحول إلى فعلياً ليس اختبار وإنما استشارة وأخذ رأي، وهذا جيد بحد ذاته. ولكن برأيي كمان من الجيد جداً إنه واحد يعمل اختبار لأنه هذا يفيد كثير في تحسين النموذج. تمام. سؤال آخر من بهاء إحجازي. أيوة. نسبة وقت التصميم لوقت المشروع بشكل كامل، وهل يمكن أن نغرق في عملية التصميم والتحليل ولا نكمل المشروع؟
مرة تانية، وأنا ما بدي أفاضل بين الأسئلة ونوعيتها، كل أسئلة رائعة وهالسؤال كثير جيد. ممكن جدا، وخاصة إذا عم تمارسوا عملية التصميم لأول مرة، إنه تغرقوا بعملية التصميم والتحليل. هي واحدة من التحديات الأساسية لعملية جمع المعطيات وتحليل المعطيات، إنه أنت وخاصة إنه عمليات جمع المعطيات في التصميم تعطيك قدر كبير من المعطيات، بالتالي ممكن تلاقي حالك أنت مطموح بالمعطيات وما بصير عندك شلل، ما بقى تعرف شو تعمل فيهم. فهذا من التحديات الأساسية يلي بتقدر أنت تتغلب عليه بالممارسة، ومن الممكن التغلب عليه بوضع نصب اهتمامك إنه أنت لازم تغلق هالموضوع وتنتقل لعملية إنتاج المفاهيم. ما تضل سجين عملية جمع المعطيات وتحليلها، لأنه حياتك ما بتخلص عملية جمع المعطيات، العالم لا متناهي التعقيد، وبالتالي هناك يعني كمية لا متناهية من المعطيات يمكن جمعها عن أي مشكلة. فمن الجيد وضع مواعيد انتهاء، إنه أنا خلال هالفترة لازم أخلص. قديش تأخذ عملية التصميم وقت بالنسبة للمشروع؟ هذا يعتمد بشكل كلي على الوقت اللي انت حطه لحالك والوقت اللي الموارد تتيحه لك، اما بالشركه او بالمشروع المستقل اللي انت عم تشتغل عليه. ولكن بشكل عام ممكن التصميم، عمليه التصميم تتراوح ما بين الشهر، في حال انت بدك تنتج مشروع بشكل سريع، او هالمشروع هو متعلق بتطبيق، خلينا نقول تطبيق موبايل ما فيه كثير تفاصيل، عادة تطبيقات الموبايل بسيطة مقارنة بخدمة، لا خليني أتراجع عن هالعبارة، ما هي أبسط من شغلات تانية، بس في تطبيقات موبايل مثلا فعليا بسيطة بطبيعة الخدمات اللي تقدمها. فإذا أنت خدمتك اللي بدك تقدمها بطبيعتها بسيطة ممكن إجراءها بشكل سريع. برأيي عمليات التصميم ممكن تتراوح بين الشهر والثلاث أشهر، وممكن تترافق بعد، يعني بعد حتى نقول اسبوعين او ثلاث اسابيع، بانه تعطي تصاميمك للمبرمجين لما يبلشوا يبرمجوا فيها، او حتى اذا انت مبرمج بلش برمج فيها. هذا اذا كنت فريق تصميم متمرس وقادر على التواصل مع المبرمجين بشكل فعال. في شخص عم يسال قديش بدنا وقت تقريبا لننتهي؟ قديش بدنا وقت لننتهي؟ انا بوعدكم اخلص خلال 5 إلى 10 دقائق، طولنا كثير. في سؤالين من محمد شيخ سالم. ايه. الاول، بالنسبه للنمذجه، هل هي عمليه تكراريه قابله للاستخدام لعده مرات، ام انها نموذج لمره واحده؟ وفي حال كانت تكراريه، متى يمكن ان نقول ان النمذجه قد انتهى عمرها؟ النمذجه عمليه تكراريه. هلا انا كل هالمواضيع اللي طرحتها بشكل خطي، ولكن النمذجة والاختبار بيعطيك معطيات، هالمعطيات انت بتقدر تحللها وبتقدر تعطيك مفاهيم جديدة او مو مفاهيم جديدة، دروس تقدر تستخدمها لتحسين المفهوم اللي انت عم تشتغل عليه وخلق نماذج جديدة، وبالتالي هي عملية تكرارية. كل نموذج بيعلمك الشيء، الميزات والمشاكل تبعيته يلي بتخدمك في خلق بناء النموذج المحسن التالي يلي بتختبره، وهكذا الى ان تقرر انه حسنا في هالمرحلة نموذجي واثق بحد كافي انه انا بقدر ابرمجه، ابلش بالبرمجة. السؤال الثاني، قد يكون البعض يحاول التحليل لادق التفاصيل، ربما لا يحتاج ذلك التعقيد، فكيف يمكن وضع محددات للتحليل؟ هذا السؤال لجميع المشاريع البرمجية. هذا السؤال كمان كثير كويس ومتعلق بشكل مباشر بسؤال بهاء اللي سأله. كمان مرة تانية الإجابة كثير صعبة على هالسؤال، هي واحدة من التحديات الأساسية إنه واحد يغرق بالتفاصيل. بالنسبة لي واحدة من الشغلات يلي ممكن تفيد بهالموضوع وضع مهلة محددة، إنه أنا رح أجمع معطيات، ما رح أعطي لحالي أكثر من أسبوعين، ورح أشتغل طبعاً أنا ضمن فريق طبعاً، ونحن رح نشتغل على التحليل، ما رح نعطي حالنا أكثر من 5 أيام للتحليل، ولازم نبلش بشكل سريع بعدها في خلق المفاهيم. وممكن إجراء التصميم في مدد قصيرة جداً لا تتجاوز 3 أسابيع، تتضمن جمع المعطيات والتحليل والتصميم وإجراءها لمرتين أو 3 مرات.
هذا يتطلب شوي يكون فريق تصميم قادر على التواصل مع بعضه بشكل فعال ومتمرس شوي، بس ممكن إجراء بوقت محدود. وهو مثل أي شيء عملي بده ممارسة، لأنه حتى واحد يلاقي موازنة جيدة بين هالأمور، ولكن وضع مهلة محددة يفيد بهالخصوص. محددات التحليل، إنه قديش أنا معطيات لازمني؟ هذا السؤال يعتمد على المشكلة بحد ذاتها، طبيعة المشروع، ولا يمكن الإجابة عنه بشكل عام، وبالتالي ممكن نناقشه إذا في حدا عنده سؤال بخصوص مشروع محدد، إنه شلون أنا بعرف إنه والله المعلومات اللي جمعتها كافية؟ يعني بقدر أقول إنه ما في أي ضمانة بهالخصوص، وبالنهاية واحد لازم يمشي، لازم يصير في قرار مشترك ضمن الفريق إنه راح لازم هلا نوقف ونمشي لقدام. ماشي، أنا أكمل حتى نخلص اللقاء لأنه طولت فيه زيادة. تفضل. ماشي، في أسئلة تانية؟ خلصوا الأسئلة. ماشي، شكرا لك حسن مرة تانية على نقل الأسئلة. شكرا لكم جزيلا على الأسئلة، وبعتذر على الإطالة مرة تانية. إذا هلا خلصنا هالصورة عامة للإجرائية. الشيء اللي ما حكيته للإجرائية، إنه هي اللي ذكرته في البداية، إنه هي إجرائية تكرارية. بعد ما نتعلم من عملية البناء والتقييم والاختبار، هل الاختبار بيعطينا معلومات من نقدر نحللها؟ جوز معلومات بسيطة ما ضروري نحللها، ما لا تحتاج حتى للتحليل، ولكن إذا كانت تحتاج للتحليل نعمله. تعطينا معطيات بقدر عن طريقها أحسن النموذج وببني الجيل التالي من النموذج. هل الجيل التالي برجع بختبره، بيرجع هالاختبار بيعطيني معطيات، هالمعطيات بتفيدني بصنع النموذج الثالث، وهكذا إلى أن أوصل لمرحلة استقرار. مرحلة استقرار شلون بدي أقرر؟ ما في إجابة واضحة، دي يعتمد على المشروع، يعتمد على الموارد، يعتمد على الوقت اللي موجود عندكم، ولكن من المفضل برأيي حسب التجربة الشخصية، عادة بعد 3 مرات يستقر المفهوم بشكل يمكن المضي فيه لإنتاج نموذج متكامل أو حتى للبدء في البرمجة. حتى نختم بدي أحكي عن شغلتين: مبادئ عامة للتصميم ومشاكل عامة مواجهة في التصميم. مبادئ عامة هي أن التصميم عملية تعاونية، لا يمكن أن يجريها شخص بمفرده بشكل منعزل. في دائما تعاون مع فريق عمل، وفي دائما تعاون مع شريحة المستخدمين. تعاون، ممكن أنت تلاقي حالك في مشروع لحالك، ولكن من الجيد أنه أنت تتعاون، تحاول تلاقي أشخاص تانين أنت تثق فيهم، شبيهين بطريقة تفكيرك، شبيهين بنوعية المهارات، ودائما تحاول تشارك أفكارك معهم بطريقة غير رسمية. وهذا شكل من تعاون ضمن فريق ممكن تعتبره إذا أنت ما عندك فريق عمل عم يشتغل على مشروع. المبدأ الثاني هو ضرورية العمل على ما هو ملموس. من المهم جدا في التصميم أنه أنت ما تقتصر على ما هو مجرد ومفاهيم. المفاهيم لازم دائما تطلع من الرأس على الورق بشكل مرسوم وبشكل ملموس يمكن التلاعب فيه. هل طبيعة الملموسة للتصميم تساعد كثير على تطوير الأفكار بسرعة وتساعد على التعاون ضمن فريق العمل؟ المبدأ الثالث، طبعا هالمبادئ أنا هي مبادئ برأيي، ما هي مبادئ منحوتة بالصخر أو ما هي مبادئ متعارف عليها، بس هي مبادئ يلي أنا برأيي توصف عملية التصميم كما أنا أفهمه. المبادرة والفعل ما لقيت لها صورة لأنه شوي مفهوم مجرد، إنه وهي لها علاقة بالأسئلة اللي طرحوا الأخوة، إنه أنا ممكن أغرق بالتحليل، هي مشكلة دائما واردة، فأنا لازم دائما أركز عن إنه المهم الناتج من عملية التحليل هو ليس التعلم والفهم فقط، أنا الهدف النهائي إنه أخلق شيء، أبني شيء ملموس، فلازم دائما أحط نصب عيني المبادرة والفعل، لازم أبادر، لازم أفعل، لازم أبني شيء ملموس، لازم أحط موعد محدد أوقف عنه عن التعلم وأبلش في البناء. المبدأ المهم جدا هو الاختبار المستمر وبشكل رخيص. إذا لاحظتوا عملية البناء والاختبار في التصميم، أكثر ما يميزه وأكثر ما يتميز تركز عليه هو السرعة في إنتاج
النماذج واختبارها بشكل رخيص وبشكل متكرر. طبعا اذا انت بدك تختبر نماذج بشكل متكرر لازم تكون هالنماذج يمكن انتاجها بشكل سريع وبشكل رخيص، والا بتفلس وما بضل عندك وقت. وبالتالي ينتج عنا انه النماذج لازم تكون رخيصه، وبهالحال يلي النماذج اللي ذكرتها ورقيه، ممكن في مراحل متقدمه تكون نماذج رقميه او مبرمجه. ما حكينا عن الاطر البرمجيه ولغات البرمجه الحديثه يلي فعليا ما بيلزمك كتير وقت حتى تعمل نماذج اوليه فيها، ولكن هذا موضوع تاني ممكن واحد يحكي فيه، لا يتسع الوقت لانه نحكي فيه هون، ولكن هالشيء ممكن. في طرق برمجيه تساعد على انتاج نماذج بشكل سريع. في مبدا اضافي بحب ازيده هو التوازن بين التباعد والتقارب، بظن من المفيد الانتباه له اثناء التصميم. انه اذا بتلاحظوا في عمليات اثناء التصميم تساعد على التباعد. التباعد هون اللي ما اعني به هو خلق خيارات، انشاء خيارات. وفي عمليات اثناء التصميم تساعد على التقارب، واللي هي العمليات التي تقلص من الخيارات الموجوده لي. انا هلا عم بحكي بشكل مجرد، ولكن مثال عملية جمع المعطيات في البداية هي عملية تساعد على التباعد، لأنه أنت عم تحاول تتعلم أكثر عن أكثر جوانب ممكنة عن المشكلة اللي عم تحاول تستكشفها، وبالتالي أنت عم بتوسع أفق فهمك للمشكلة، عم توسع إمكانات الحل. ولكن ولما أنت أثناء العصف الذهني وقت بدك تبني نموذج، لازم كما كفريق تقرروا ما هي الافكار يلي انتم رح تبنوا الى نماذج. وحتى لو انتم بدكم تبنوا اكثر من نموذج، ممكن انتم تخلقوا 50 فكره، لا يمكن انه انتم تختبروا 50 فكره، بدكم تستقروا على 5 افكار. ففي عمليه تقارب في هالمرحله، عمليه اختيار 5 افكار لتقليص عدد الاحتمالات يلي هي عندكم. فالتصميم دائما هو عمليه تراوح بين التباعد والتقارب، خلق إمكانيات جديدة ومفاهيم جديدة، ثم تقييمها، أخذ قرار وتقليص هالإمكانيات لحتى ينتج معنا بالنهاية منتج أو فكرة منتج نحن واثقين بشكل كافي إنه بدنا نمضي فيه ونبرمجه ونفذه ونبيعه أو نحطه أونلاين لأنه أوبن سورس. صعوبات شائعة في التصميم، موضوع ما رح أحكي عليه كتير لأنه حكينا عنه بفضل الله يعطيهم عافية أسئلة الأخوة اللي عم بيتابعوا، هو كم من المعطيات يجب جمعه ومشكلة الغرق في المعطيات حكينا عنه، فبقدر واحد يرجع بالتسجيل لورا شوي مشان نشوف النقاش حواليه. في مشكلة خاصة أنا واجهتها كتير بالنسبة لي وقت كنت مبتدئ، لساتني أنا أعتبر نفسي نسبيا ما كتير خبير في التصميم، ولكن خبير أكثر من وقت بلشت من سنتين سابقات أو 4 سنين سابقات، هي أنه دائماً تحديد شريحة المستخدمين في البال، وضعها في البال. أنه أنت وقت عم تستكشف مشكلة أو وقت عم تبني مجموعة من المفاهيم تختبرها، ما هي شريحة المستخدمين اللي أنت عم تحاول تخدمها؟ كثير من السهل أنه واحد ينسى المستخدمين وأنه يغرق في تفاصيل أنه بناء مفهوم ووضع ميزات جديدة للألوب، وانه ينسى ايش ان المستخدمين عم يحاولوا يخدمون ايش هي حاجاتهم. ممكن واحد يعالج هالمشكله بانه دائما يحط نصب اعينه مين هي شريحه المستخدمين، ويستخدم الطرق الشائعه لهالشيء مثل الشخصيات الوهميه يلي حكينا عنها. في مشكله اضافيه هي الاختيار بين المفاهيم، انه نحن عندنا كثير مفاهيم خلقناها بعد العصف الذهني، نحن اكثر من شخص بالمشروع وبدنا نختار. هي مشكلة لازم أعترف ما عندي حل واضح لها، لأنه تتعلق لأي درجة الفريق ضمن فريق العمل قادر على أنه يتواصل مع بعض بشكل فعلي وجدي بدون نشوء خلافات، وقدر على أخذ القرار. لما اشتغلت أنا ببعض المشاريع مع ضمن فرق، في بعض المشاريع ما عانينا من أي مشكلة في أخذ القرار باتجاه المفهوم، لأنه كان واضح أنه المفهوم الأفضل فرض نفسه،
او انه عملنا اشتغلنا مع بعض جمعنا عناصر من عدة مفاهيم وشكلنا مفهوم، ولكن في مشاريع تانية اختلفنا بشكل عميق واضطررنا لانه نلجأ لتصويت. ففي طرق مختلفة، اما تهجين بالمفاهيم او في اسوأ الحالات التصويت. وفي كل هالحالات يهم جدا انه واحد يبني فريق بيقدر يتفاهم مع بعضه بشكل جيد وفي اريحية نوعا من التعامل، وهذا موضوع يعني مو سهل وعويس وبيجي بالتجربة. صعوبة شائعة هي العمل الجماعي والتصميم ضمن الفريق، شملت القضايا بالنقطة السابقة، هي انه العمل الجماعي مع انه هو ميزة جيدة مهمة جدا في التصميم ولكن له صعوباته، من ضمنها صعوبة التواصل، كلفة التواصل بين افراد الفريق والاختلافات، انه شلون ناخذ قرار. حكيت للتو عن شلون ممكن واحد يوافق بين خلافات وانه في اسوأ الاحوال يلجأ للتصويت او للمفاضلة بين خيارات لاتخاذ القرار. في صعوبة هي ما كل الاشخاص بيواجهوها، هو التعامل المستمر مع الناس. هذا يعتمد على طبيعة الشخصية اللي انت عليه كمصمم. في ناس بيرتاحوا دائما يكونوا مع ناس اخرين، مرتاحين اجتماعيا، تفاعلهم مع الناس بيجي طبيعي، بيقدروا يحسسوا الناس التانيين بالرياحة بوجود المعنى. أنا ماني مثلا من هالأشخاص، أنا إذا تعاملت كثير مع الناس بشكل متكرر كل يوم كل يوم كل يوم وهي هالشي ممكن يكون متطلع في عملية التصميم، بصير في عندي إرهاق نفسي في النهاية. فمن الجيد أنه أنت كمصمم تكون واعي لهالصعوبة، وانه في بعض المراحل تقول انه صار في ضغط كبير هالمرحله، ممكن نوقف تعامل مع الناس وركز على جوانب من التصميم لا تتضمن التفاعل مع شريحه المستخدمين، خاصه اذا شريحه المستخدمين صعبه التواصل. طبعا هي ما هي مشكله المستخدمين، بس بجوز شريحه المستخدمين تكون اطفال في حاله اغاثيه صعبه، مثلا اذا انت عم تطور تطبيقات للانسانيه للنازحين، جوز عملية تواصلك مع شريحة المستخدمين تكون نفسياً كثير صعبة. فمن الجيد أنه تكون أنت واعي لهالموضوع وتعرف إيمت أنت بحاجة لأنه تبتعد عن هالسياق، وإلا هالموضوع جوز يكون كثير مرهق لك ويأثر على عملية التصميم سلباً. مع هالملاحظة نختم لقائنا لليوم، شكراً جزيلاً لمتابعتكم، وشكراً للشباب بويكيلوجيا لأنه ساعدوا لإنشاء هاللقاء والترويج له. نحن هلا قدمنا مقدمة للتصميم، لا يمكن تعلم التصميم إلا بممارسته، وهالمقدمة كان وجب إنه تكون عامة، وهي في عدد كبير من التفاصيل يمكن تحدث عنها ولكن تختلف بالنسبة لمشروع التالي. وبالتالي الخطوة التالية إذا أنتم مهتمين بهالقضايا أو كيف يمكن إنه تطبقوا التصميم في مشاريعكم، ممكن نتواصل على فيسبوك أو عن طريق الإيميل وبرعاية الشباب على ويكي تكي مثلا وعلى فيسبوك، حيث تطرحوا أنتوا أسئلة ملموسة تتعلق وعملية تتعلق في مشاريعكم ومنكمل نقاشها من هون وصاعدا. شكرا جزيلا لكم مرة تانية. هي مصادر الصور اللي استخدمتها، بحب أقول أنه ولا صورة من اللي استخدمتهم ضمن العرض كانت إلي، وأغلب الصور غير مرخصة لإعادة الاستخدام، هي عم ببرر ذمتي بس على الأقل أضعف الإيمان إنه حطيت المصادر لهم. شكرا جزيلا لكم، وهلأ سوف نذهب أوفلاين.